بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. وكالعادة مواضيع كتيرة جدا بنفتحها فيما يخص النادي الأهلي وكل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي. أولا النهاردة عيد ميلاد سعيد لأسطورة النادي الأهلي ورمز كبير من الرموز الكبيرة في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية تحديدا، وفي للنادي الأهلي الأسطورة كابتن حسن حمدي، أطال الله في عمره الحقيقة ومتعه بالصحة والعافية. والحقيقة أنا لو هتكلم عن كابتن حسن محتاج حلقات وحلقات وأيام كثيرة جدا عشان أقدر أفي لهذا الرجل بحقه، لأنه هذا الرجل مع النادي الأهلي مسيرة يخلدها التاريخ، مسيرة طويلة جدا جدا الحقيقة منذ أن كان لاعبا حتى انتهى به الحال إلى أن يكون رئيسا للنادي الأهلي ثم اعتزل العمل زي ما حضراتكم عارفين. مسيرة طويلة يخلدها التاريخ لأنه هو نفسه اللي صنع التاريخ على مختلف الأصعدة. كابتن حسن حمدي اللاعب لو هتيجي تتكلم عنه هتقول عنه إيه؟ واحد من أفضل من شغله مركز قلب الدفاع والليبرو في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي. لو هتكلم عن كابتن حسن كمدير للكرة أو مشرف على فريق الكرة، فمواقفه التاريخية قبل البطولات بتشهد بأنه الأفضل في هذا المكان أو من الأفضل في هذا المكان. لو هتكلم عن مشواره الإداري من أول ما انضم لمجلس إدارة النادي الأهلي وفترة وجوده نائب لرئيس النادي مع المايستر الراحل صالح سليم ورفيق الرحلة طويلة جدا كابتن صالح، ثم فترة ذهبية في رئاسة النادي الأهلي تشرفت بأن أكون لاعبا في ظل وجود الكابتن حسن حمدي رئيسا للنادي الأهلي. كابتن حسن اعتزل العمل العام زي ما قلت لحضراتكم في منتهى الهدوء، لكنه لم يعتزل أبدا حب النادي الأهلي. كابتن حسن دايما والحقيقة دايما بيكون مشرف ومنور كل الغير رياضيه اللي في النادي الاهلي. اي افتتاح اي حاجه بتلاقي فيها كابتن حسن. كابتن حسن له ايادي بيضاء على كره القدم مش بس في النادي الاهلي ولا في مصر ولكن في القاره الافريقيه. هتقول لي اسلام دي مبالغه، هقول لك ارجع للاتحاد الافريقي لكره القدم عندما كرم الاسطوره حسن حمدي وقال عنه في بيان رسمي قد قرر تكريم حسن حمدي نظرا لمساهمته الفاعلة في تطوير الكرة الإفريقية وريادة الأهلي تحت قيادته. كابتن حسن، النادي الأهلي حصل على لقب الأكثر تتويجا في العالم برصيد 19 بطولة قارية قبل رحيل كابتن حسن عن مجلس الإدارة، كما أنه أكثر رئيس نادي في القارة الأفريقية حقق بطولات محلية وقارية لنادي على كافة المستويات. أكتر أتخيل يعني 36 بطولة محلية بالإضافة إلى 4 بطولات عربية، والمكان اللي احنا موجودين فيه ده والاسم العريق لهذه القناة التلفزيونية العريقة قناة النادي الأهلي. كابتن حسن حمدي كان رئيسا للنادي الأهلي عندما تم إطلاق قناة النادي الأهلي سنة 2008 كأول نادي في الشرق الأوسط يملك قناة خاصة به. كل اللي موجود هنا الحقيقة حاجة جميلة جدا، هو كابتن حسن هو من زرع هذه النواة. بعيدا بقى عن النادي الأهلي، هو أول من قرر تحويل كرة القدم إلى منتج وصناعة حقيقية لها أبعاد تسويقية كبيرة جدا ومختلفة. كابتن حسن تاريخ عظيم، أخلاق رفيعة، كلامه بالميزان الحقيقة، وعشان كده الكاف قرر تكريمه. بس كابتن حسن كان له تصريح تاريخي لما قال إن الوسام الذهبي اللي تم تكريمه به ليس تكريما لشخصه فقط وإنما تكريم للنادي الأهلي وقيمته بنظامه وتقاليده ومبادئه ولاعبيه ومدربينه ومن قبلهم جماهيره. لو تفتكروا حضراتكم من التكريم ده كابتن حسن قال ان هو بيعتز بيه لانه يتعلق بانجازات وبطولات تحققت وما كان لها ان تتحقق الا من خلال منظومه عمل جماعيه ساهمت فيها كل العناصر، سواء مجلس اداره، اعضاء نادي، اجهزه فنيه، اجهزه اداريه، اجهزه طبيه، لاعبين، قبلهم طبعا مسانده الجماهير اللي بتمثل
رأس المال الحقيقي لهذا النادي الكبير والعريق، والتي يجب أن تظل داعمة أو الداعم القوي لتحقيق المزيد من البطولات وإعلاء قيمة النادي الأهلي في كافة المحافل. كابتن حسن كان عنده هنا من حوالي سنتين مع كابتن مصطفى عبده حلقة، لما جه وفرجته الحقيقة كنت أنا يعني سعيد جدا جدا بان انا اقف في حضره هذا الاسطوره الكبير جدا. وكنت بقول له يا كابتن اي حاجه في هذه القناه كنت حضرتك سبب فيها، كلنا كجمهور النادي الاهلي ومحبين للنادي الاهلي بنشكره على هذا الامر. حاجه تانية مش هتلاقي في اي مكان تاني غير في النادي الاهلي، دائما يعني اللي بيجي بعد رئيس نادي يقول لك الرئيس اللي قبلي ده مش عارف ايه، وحضراتكم بتشوفوا مثل هذه الأمور في أندية أخرى، ولكن داخل النادي الأهلي ما بيحصلش هذا الكلام. داخل النادي الأهلي بنحتفل بكابتن حسن، بنحتفل بكابتن صالح الله يرحمه، بنحتفل طبعا بكابتن حسن ربنا يديله الصحة، بنحتفل بكل الأسماء الكبيرة والرموز اللي أثرت بشكل كبير في النادي الأهلي. أعتقد أن دي أجمل وأحلى بداية لحلقتنا. الحقيقة من أسطورة يعني كلنا كنا بنحترمها وسنظل نحترمها إلى أسطورة آخر، إلى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي استقبل اليوم وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرة القدم الإفريقي. طبعا ده كان على هامش ورشة العمل اللي أقيمت في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لعرض التصور النهائي للبطولة على الفرق المشاركة. ترأس الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق بحضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي في البطولة ووفد اللجنة المنظمة ومندوبي الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة القدم. ومن جانبه الحقيقة كان حريص الكابتن المهندس خالد مرتجي على الترحيب بالوفدين، وفد اللجنة المنظمة وكاف، مؤكدا أهمية البطولة والتي تشهد نسختها الأولى مشاركة النادي الأهلي، مشيرا إلى أن بطولة دوري الكرة القدم الإفريقي تمثل قيمة جديدة للبطولات في الكرة الإفريقية، فيما طرح مرتجي كافة التساؤلات والمناقشات التي تخص تنظيم البطولة من لوائح وانتقالات وملاعب وحضور جماهيري وكافة الضوابط المنظمة. هنكمل مع حضراتكم الخبر، ولكن واحنا بنشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وفي استقباله وهو بيستقبل الوفد المرافق، كان طبعا زي ما حضراتكم شايفين دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متواجد في هذه او في هذا الاستقبال. خلينا نرحب بدكتور محمد شوقي. ازيك يا دكتور؟ اهلا ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام الحمد لله، فعن ربنا يخليك. طب الحمد لله. دكتور شوقي النهارده كان او كنتوا حضراتكم في استقبال هذا الوفد، وفد اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي، من وجهه نظرك اللي حضرتك شفته النهارده ايه؟ الو يا كابتن اسلام، اتفضل يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل يا فندم. طيب واضح ان حضرتك ما سمعتنيش الجزء الاول، بس كنت بسال حضرتك اللجنه المنظمه او وفد اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي النهارده كانوا موجودين، وحضرتك كابتن خطيب طبعا وحضرتك كنتوا في استقبال هذا الوفد، حضرتك تقول لنا ايه اللي حصل النهارده والامور رايحه على فين؟ والله اولا كان الكابتن محمود طبعا موجود، وكان معانا المهندس خالد مرتجي كمان. المهندس خالد مرتجي طبعا. هي كانت احد الزيارات الاوليه للجنه المنظمه. نعم. الناس كانوا اولا قبل الاجتماع بتاع النهارده كانوا بيتفقدوا استاد القاهره والاجزاء الملحقه بيه، وفي نفس الوقت كانوا الحقيقه هي احد الزيارات الاوليه، لان هم كانوا بيتلقوا النهارده قالوا الامور يعني بدايات للتنظيم والريجيليشن التنظيميه كلها من طرفهم، وكانوا بيتلقوا اسئله، اسئله من المهندس خالد ومننا ومن كل الاخوه اللي موجودين في اللجنه المنظمه كلهم من كوادر النادي، والحقيقه هم كانوا يعني متحفظين في الاجابات، بعض الاجابات جاوبوا عليها بصوره مباشره، وبعضها قالوا ان هم يفضلوا ان هم يرجعوا تاني لان في
مش الزياره الوحيده، دي بتكون الزياره الاوليه، لكن الزيارات المستقبليه قريبه للتنظيم. فبعض الحاجات ما ردوش عليها وقالوا انهم هيجيبوا اجابات ان شاء الله بعد. طيب هم كانوا حريصين على زياره استاد القاهره على ما اعتقد، وبالتالي أيوة. كان هل هناك كلام يخص هذه الامور؟ هل هناك كلام يخص ان احنا محتاجين بعض الامور الخاصه في استاد القاهره، محتاجين نعمل حاجه كنادي اهلي يعني؟ قالوا على بعض الملاحظات، وكانت ملاحظات مش كبيره قوي، وحتى المهندس خالد سالهم قال لهم يعني هل الامور دي توصيات ولا يعني حاجه ممكن تفسد اي شيء؟ فقالوا لا، ان الموضوع مش مفيش حاجه يعني الحمد لله محتاجه تدخل كبير، لكن يفضل ان كذا يصلح كذا يبقى شكله ألطف. يعني كانت توصيات للتحسين، يعني مش ان في حاجه معترض عليها. طيب هل تم اطلاع حضراتكم على متى ستبدا او متى سيبدا الدوري الافريقي الممتاز؟ الميعاد المبدئي لغايه دلوقتي اللي في اول اكتوبر، ده المتفق عليه او المعروف، بلاش تقول المتفق عليه. بالظبط، هو المعروف حتى الان. انما بصوره نهائيه لسه، انا بقول لحضرتك كان كل حاجه فيها تحفظ كانها اجتماع تحضيري، فيتلو اجتماعات اخرى ان شاء الله. هل وجدتوا حضراتكم او عرفتوا ان هم مثلا لما يجوا المره الجايه او هيجوا امتى؟ لا دي ما حددوهاش، بس قالوا في زيارات مستقبليه هيكون فيها تطور في الموقف ومعلومات اكثر ان شاء الله. طيب نتمنى يا رب طبعا كل التوفيق للجنه المنظمه وللنادي الاهلي طبعا في هذا الامر. خليني اخد حضرتك لموضوع اخر. تتذكر طبعا المكالمه اللي كانت بيني وبين حضرتك لما سالتك على البطولات اللي خدها النادي الاهلي في البطوله او في الالعاب الفرديه، قلت لحضرتك 22 بطوله، فحضرتك قلت لي احنا خدنا 18 من ال 22، ولكن الاربع بطولات هو ده اللي هيشغلنا الفتره اللي جايه. ان احنا نكسب ازاي اللي بنرنو اليه مش اللي فات الحمد لله. يعني الحقيقه الكلمه دي دايما بنقولها خلال الفتره السابقه. هل يعني تم الاتفاقات تمت على ازاي هنتفادى السلبيات ان احنا نخسر اربع بطولات من 22؟ يعني اكيد حضرتك مننا وعارف مجلس الاداره الاخير كان بيعتمد الاجهزه كامله للنشاط الرياضي، نعم، وميزانياته وكل شيء، واعتقد ان شاء الله هتظهر نتائج كتير، لان المره دي هيكله النشاط الرياضي هيكله موضوعيه جدا جدا، بتفكر في جمع البطولات اللي اتخذت الحمد لله والمحافظه عليها واحراز الامن الوطني ان شاء الله. دكتور شوقي، كابتن حسن رمز وقيمة، كابتن حسن حمدي رمز وقيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي، النهاردة عيد ميلاده، لو حضرتك عايز تقول له حاجة. ربنا يديله الصحة يا رب. لو حضرتك عايز تقول له حاجة يعني. أقول له حاجات كتير قوي، أقول له كل سنة وهو طيب، ربنا يديله الصحة، أحد أهرام الإدارة الرياضية في مصر. حقيقي. مش هتكلم عن الإدارة الأخرى، الإدارات الأخرى اللي هو طبعًا في عمله الخاص ماليش دخل فيه، لكن كإداري رياضي يعني أنا شخصيا في هذا العمر ما شفتش زيه. رجل هادئ متزن، يزن الأمور بدقة شديدة جدا، كل حاجة على قدرها وقراراته ثاقبة. كابتن حسن لما كان عنده 35 سنة و36 سنة كان بياخد قرارات مصيرية كبيرة جدا جدا. كابتن حسن لن يتكرر في الإدارة الرياضية، رجل عظيم، ربنا يديك الصحة. أنا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا، دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا جزيلا، وكل سنة وكابتن حسن حمدي طيب ودايما يظل في قلوب كل الأهلاوية. خلينا نروح لمين يا شباب؟ طيب الأستاذ وليد عبد الوهاب طبعا رئيس هيئة استاد القاهرة. أستاذ وليد ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيكم، مساء الخير يا كابتن اسلام على الساده المشاهدين، واهلا بحضرتك. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. الحقيقه كان في وفد من اللجنه المنظمه لبطوله دوري كره القدم الافريقي اللي قام بجوله تفقديه النهارده في استاد القاهره. قول لنا عن هل هناك ملاحظات، ايه اللي حصل، الاستاد ان شاء الله يكون ملعب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الحمد لله، طبعا الوفد يعني شرفنا وشرف استاد القاهره النهارده. الحمد لله الملاحظات يعني اللي كانوا طالبينها كلها احنا بالفعل بدانا اشتغلنا عليها من اكثر من شهر. نعم. هم لقوا بالفعل كل ما هو
خاص بمقصوره الاعلاميين او المقصوره الرئيسيه او ما يخص الحاجات الفنيه الخاصه بيهم، الحمد لله تلفيناها خلال شهر بكثير قوي، او يعني نقول 30/9 هتكون كل التلفيات الحاجات الملاحظات دي تلفيناها تماما. يعني كانت الملاحظات اللي حضرتك او اللي هم كانوا قالوا عليها قبل كده حضراتكم بداتوا بالفعل تشتغلوا فيها؟ احنا بادئين توجيهات السيد الوزير دكتور اشرف صبحي. نعم. بحكم النادي الاهلي بيمثل مصر طبعا، ادى توجيهات ببدء العمل في كل الملاحظات الخاصه بهذه البطوله. ايه يا دكتور اهم استاذنا اهم الملاحظات؟ هي كانت ماسوره الاعلاميين. أوكي. طلبوا بعض حاجات فنيه وحاجات تكنيكيه خاصه بالمقصورة، تم تجديد كامل المقصورة من كراسي لشاشات لكل حاجة عشان تليق بالساده الإعلاميين والساده الصحفيين. والحقيقة استاد القاهرة أستاذ وليد بالنسبة لنا يعني وبالنسبة للعالم وبالنسبة لأفريقيا الحقيقة حاجة مفخرة كبيرة جدا جدا لكل المصريين، يعني من الواحد لما كان بيلعب لغايه لما دلوقتي واحنا بنروح نتفرج بنبقى سعداء جدا ان احنا موجودين، وهذا التطور الكبير جدا جدا اللي احنا شايفينه سواء في ارضيه الملعب سواء في التراك سواء في المدرجات، يعني بنحيي حضرتك وبنحيي دكتور اشرف صبحي على هذا الامر برضو. انا بشكرك طبعا يا كابتن هشام، انا عايز اقول لحضرتك اللجنه النهارده انا مبسوط جدا كميه التصوير اللي بيتصوروه والمنظر اللي هم بيتصوروا وفرحته بستاد القاهره، دي حاجه يعني تقول لك ان احنا مصر هي برضو هتعمل مهما تعمل استاد القاهره هو استاد القاهره. انا شايف الملعب فيه شويه صفار كده، ده ولا ده في ظل التطوير؟ لا احنا في الصيانه كابتن اسلام، يعني احنا بدانا الصيانه بقى لنا حوالي 15 يوم وشغالين الصيانه ان شاء الله، قدامنا على يوم 20/8 الملعب هيكون جاهز، هيكون كل حاجه مظبوطه. لا طبعا انا عارف، لكن الحقيقه يا استاذ وليد احنا لما كان الواحد بيجي بيلعب اي فرقه وكنا بنروح نلعب في استاد القاهره يعني كانت بنشوف الفرق الثانيه داخله عامله ازاي، كانت بتبقى داخله مرعوبه الحقيقه. يعني انا عايز اقول لحضرتك النهارده اللجنه جايه يعني بيتكلموا معانا بيقولوا لنا احنا لفينا استادات افريقيا كتير جدا. نعم. احنا استاد القاهره كل السبل او كل الطرق لنجاح اي فرقه متوفره ليك في استاد القاهره، والناس شكروا اللجنه من النادي الاهلي طبعا مشكوره اللي كانت موجوده معانا. أيوة. شكروهم على هذا المجهود، وطبعا ده شرف لينا ان احنا النادي الاهلي ده بيمثل مصر وليس نادي الاهلي فقط، ده مصر كلها ورا النادي الاهلي في هذه البطوله. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا استاذ وليد على وجود حضرتك معانا وعلى يعني وجود حضرتك في هذه المكالمة، الأستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة أستاد القاهرة. زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا وحاجة جميلة جدا كل ما يحدث وكل اللي احنا شايفينه ده في إطار الدوري الأفريقي الممتاز. إن شاء الله هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة. لسه طبعا مع النادي الاهلي وهنروح لفريق الكوره الحقيقه اللي عنده بكره مباراه مهمه جدا امام المصري في دور ال 16، مباراه في ختام مشوار الفريق في الموسم الحالي. ان شاء الله ربنا يكرمنا، الكل بيسعى لتحقيق الفوز لتكتمل النهايه الرائعه بفوز يقود الفريق للاستمرار للمنافسه على لقب جديد بعد موسم من المواسم التاريخيه للقلعة الحمراء. إن شاء الله الأهلي بكرة يحقق المكسب ويبقى إن شاء الله إن شاء الله خلصنا الموسم بنتيجة 10/10. نتمنى طبعا أن كل ده يحصل، كل البطولة النادي الأهلي ربنا يكرمنا فيها ونقدر نكمل. الخمس بطولات اللي شاركنا فيهم الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا هذه البطولات، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نكمل هذه هي المباراة الأخيرة في هذا الموسم. من بعدها اللعبة دي من حقها أن هي تاخد راحة مرة تانية، هؤلاء اللاعبين اللي حضراتكم شايفينهم من حقهم أن هم ياخدوا راحة، وياخدوا راحة محترمة وراحة يعني هم مش آلات. كل شوية هقول هذه الكلمة وكل شوية هقول هذه الكلمات لأنه الواحد ياما كان بيشوف مثل هذه الأمور. فاللي عايز أقوله لحضراتكم أنه اللعيبة دي إن شاء الله بعد المباراة دي هياخدوا راحة على الأقل يعني من أسبوعين لثلاثة
ما نشوف بقى مستر كولر هيقول ايه في هذا. دي هتاخد من اسبوعين لثلاثه، لكن مباراه بكره هي المباراه الاخيره، ومباراه بكره بالمناسبه هي مباراه بطوله، مباراه بطوله، يعني ربنا يكرمنا بكره نكمل في بطوله الكاس، يبقى احنا خلصنا هذا الموسم 10 على 10 في كل شيء، في كل شيء. وكل هؤلاء اللاعبين وجهة نظري يستحقوا التحية من كل جمهور النادي الأهلي، كل هؤلاء اللاعبين سواء إدارة، جهاز فني، لاعبين، يستحقوا كل التحية وكل التقدير على موسم تاريخي في النادي الأهلي. إن شاء الله يوم الأحد أو الاثنين، يعني أنا من كتر بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عايزينها دايما كتيرة، من كتر البطولات عمال يعني عايز اعمل حلقه لحضراتكم نقول فيها كل البطولات، سواء البطولات الالعاب الفرديه او العاب الصالات الاخرى وكره القدم. بسم الله ما شاء الله البطولات كتيره جدا والامور كتيره جدا، فعمالين نجمع من اليمين ومن الشمال، من اليمين ومن الشمال، علشان هذا الموسم هو موسم للتاريخ، فعلا هو موسم للتاريخ. بحيي مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الموسم، بحيي كل مجالس ادارات النادي الاهلي السابقه على ان احنا دايما في النادي الاهلي اجيال بتسلم اجيال، كل واحد بيسلم اللي بعده، الجيل ده هو اللي بيسلم اللي بعده، وهكذا وهكذا وهكذا. النهارده زي ما قلت لحضراتكم هتكلم في امور كثيره جدا، هتكلم بس في موضوع برضو مهم، وكلنا شايفين دلوقتي الحمد لله والشكر لله نتيجه القرار التاريخي في الموسم الماضي باراحه اللاعبين الاساسيين واستكمال الموسم بالناشئين. السنه دي كمان اعتقد وجهه نظري ان كان في قرار تاريخي، وان شاء الله يكون له مردود ايجابي مع بدايه الموسم القادم، وهو عدم المشاركه في البطوله العربيه. خلينا نتخيل لو النادي الاهلي كان شارك في هذه البطوله، كان ايه اللي هيحصل؟ الاهلي مش زي اي فريق تاني مطالب بانه، يعني اي فريق تاني مش مطالب ان هو يحقق اللقب. النادي الاهلي لما بيدخل مثل هذه البطولات يعني مش هيروح ويرجع من اول دور، الاهلي لازم يكمل البطوله للنهايه. خلي بال حضرتك، هو حتى الان يعني بكره مباراه النادي، بكره ولا بعد بكره على ما اتذكر، بكره مباراه النصر والزمالك، لو الزمالك اتغلب من النصر هتبقى كل الفرق اللي وصلت للدور اللي بعد كده كلها من اسيا، فالكره الافريقيه يعني طبعا يعني كبرها مش موجود، كبير الكرة الإفريقية مش موجود اللي هو النادي الأهلي. فتخيلوا كده كم المباريات والإرهاق اللي كان هيتعرض له لاعيبة النادي الأهلي في الموسم القادم، في الموسم القادم اللي أساسا الموسم اللي فات ده كان مضغوط، وكم كبير من المباريات، وكمان داخلين إن شاء الله الموسم اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم هم 150 يوم بس اللي هنقدر نوزع فيهم المباريات، يعني الأهلي ما كانش يعرف ياخد راحة، وكنا هنكمل موسم في موسم. ولكن اصرارا وحبا في اسم النادي الاهلي، النادي الاهلي قرر او اداره الاهلي قررت ان هي تعتذر عن هذه البطوله. سنه صعبه جدا وسنه جايه صعبه جدا 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 جدا، انا ما اعرفش الناس هتلعب ازاي السنه الجايه. يعني اللعيبه الدوليه اللي هم من 8 ل 10 دائما في النادي الاهلي ممكن يوصلوا ل 100 مباراه في الموسم في ظل ارتباطات المنتخب والبطولات الجديده. فانا بشوف، ما اعرفش، ادينا مع بعض. يعني انا لما قلت كده السنه اللي فاتت قلت لكم قرار تاريخي، وان احنا ناس كتيره هجمتني وقالت لي يا اسلام انت بتطبل، انا ما بطبلش، انا بقول الحقيقه كواحد عاش مثل هذه الظروف. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده انا مصمم عليه. اللعيبه دي لازم تاخد راحه ولازم تستريح وتبعد خالص عن كره القدم على الاقل اسبوعين. فأنا بشوف إن القرار اللي هياخدوه دلوقتي ده اللي تم اتخاذه بعدم اللعب أو الاعتذار عن البطولة العربية كان قرار مهم جدا جدا جدا، ومن القرارات اللي هتساعد النادي الأهلي إن شاء الله في الموسم القادم. وده يبين بالمناسبة إن أنت يكون عندك إدارة محترفة بتخطط وبتدرس على قد اللي موجود قدامها، لأنه إحنا النهاردة ممكن نلاقي البطولة دي بكرة، السنة الجاية ممكن تلاقيها قبل كده، ممكن تلاقيها بعد كده، ما حدش عارف. فعندنا إدارة بتخطط وتدرس وبتشوف القرارات اللي في صالح النادي الأهلي على جميع المستويات، على جميع المستويات. إن شاء الله يكون هذا القرار له تأثير إيجابي في إراحة اللاعبين، عندما يرتاح اللاعبين هيرجعوا لنا
فرقه جديده، فرقه جديده، ويرجعوا للتحديات والبطولات الجديده. فان شاء الله ربنا يكرمنا مع الاهلي، ويا رب دايما يفضل مع الاهلي. من 7 سنين انضم الى القلعه الحمراء لاعب قدر يدخل قلوب المشجعين والمحبين للنادي الاهلي، واصبح مصدر مهم جدا جدا للنادي الاهلي، واصبح مصدر قلق للفرق المنافسه. النجم علي معلول الحقيقه اللي اصبح وجوده بالنسبه للمشجعين مصدر امان الحقيقه في كل البطولات المحليه والافريقيه لما يملكه من حلول فرديه وحضور قوي داخل المستطيل الاخضر، وبات من اهم النجوم داخل اسوار النادي الاهلي. علي معلول اعتبره الجمهور بانه الظهير الايسر الافضل في تاريخ النادي الاهلي، اضافه لدوره الدفاعي نظرا لارقامه والقابه التي تمكن من صناعتها وتحقيقها مع القلعه الحمراء منذ الانضمام الى الان، قادما من الصفاقسي التونسي. اطلق عليه اسرع ديليفري في مصر والذهب الذي لا يصدأ وملك الحلول. علي معلول ملك الحلول، هو ليس مجرد لاعب محترف في الاهلي، هو تونسي بس هو اهلاوي قوي وعاشق للنادي الاهلي، عشان كده جماهير الاهلي بتعشقه. الحقيقه علي معلول لعب 254 مباراه مع النادي الاهلي، 47 هدف، 17 بطوله، 5 دوري، 3 كاس، 4 سوبر مصري، 3 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي. حاجه مهمه جدا الحقيقه عن علي معلول، و75 صناعه هدف، بسم الله ما شاء الله يعني. اسرع ديليفري في مصر. لسه مع معلول اللي كتب عبر حسابه على موقع التواصل: 7 سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الاهلي العظيم. 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس، وحققت فيها العديد من الانجازات مرتديا قميص نادي القرن الافريقي. مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية، ولكن دائما ما كان هناك عنصر أساسي وراء استمرار القتال من أجل الفوز، وهو الجمهور. ستظل دائما محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي، حتى أبذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة. علي معلول ملك الحلول، يستحق كل الحب وكل شيء جيد علي معلول. اخر حاجه اتكلم فيها مع حضراتكم، حاجه هزليه شويه، معلش يعني استحملوني. انا فضلت اضحك كتير قوي بعدها، لاني فضلت احمد ربنا على اني بنتمي لهذا النادي، ونعمه ان انت تكون بتشجع النادي الاهلي. لاعب سابق في نادي اخر، مداخله عمال بس يتكلم يقول لك ايه، الاهلي مش هو الشعبيه الاولى في مصر ولا في الوطن العربي، وان جماهير النادي الاهلي بتشجع الاهلي كده وخلاص يعني، على عكس الفريق اللي هو بيشجعه الحقيقه. كل الجماهير المنتميه لناديه بتشجع مش عشان البطولات ولا فارق معاها البطولات، معرفش بتشجع ليه لكن ماشي. وتحدى مذيع البرنامج انه استحاله يقابل حد او يسال حد من الجماهير النادي اللي هو بيشجعه عن تاريخ ناديه وما يكونش عارف الاجابه. فالمذيع سأله، قال له الفريق بتاعك خد كام كاس مصر؟ قال له معرفش. الحقيقه على فكره ممكن جدا ما تكونش تعرف عدد الكؤوس اللي خدها فريقك، عادي تحصل، ولكن لما تطلع تتكلم وعايز تقطع في النادي الاهلي او تنتقد النادي الاهلي، ما ينفعش تتكلم بمثل هذه الامور. يجب ان انت تكون عارف كل حاجه عشان تطلع تتكلم، عشان بالعاميه كده يعني عايز تاخد اللقطه قدام الناس قام قلبت عليك. اللي يجي على الاهلي سواء بالظلم او الادعاء عمره ما هيكسب. ليه؟ مش بقول كده افتراء ولا جموديه، مش كده، لكن ببساطه لان النادي الاهلي مركز في طريقه، طريق البطولات، ملوش دعوه بزي ده ولا ده ولا ده ولا ده، هو طريق واحد، البطوله هي اللي بنمشي عشان نروح نكسبها. لا بنطلع، بالمناسبة كل جماهير مصر والعالم وافريقيا كلها ناس محترمة وعلى دماغنا من فوق، ولكن احنا بالنسبة لنا جمهورنا اعظم جمهور في العالم.
الموضوع ده اصله مش جديد على هذا الشخص. كل ما يلاقي نفسه اتنسى يرجع تاني يعمل فيلم كده او لازم يتكلم عن النادي الاهلي بالمناسبه، ما مش هيتكلم عن اي حاجه تانية لانه عمره ما هيتكلم عن، ما حدش هيتكلم عن تاريخه، تاريخ الراجل اللي طلع يتكلم ده، لانه لا يوجد تاريخ. التاريخ انت خدت كوبري ازاي، مين رقصك من لعيبه الاهلي، مين رفع عليك كره من لعيبه الاهلي، مين عمل مش عارف ايه، هو ده التاريخ اللي احنا كاهلاويه بنقوله. فالحقيقه انا الحاجات دي تقول لي يا اسلام ما ينفعش ترد، لا ينفع ارد واقول، وهفضل ارد وهفضل اتكلم. الحمد لله انا لما باجي اتكلم بتكلم باحترام، وبتكلم وانا عندي وعارف اللي في ظهري ايه، وعارف انا اقدر اتكلم في ايه، وعارف انا عندي كام بطوله. محدش يزعل مني، انا نفسي لوحدي بشخصي كده شوف انا عندي كام بطوله في 5 6 سنين. ف يعني لما تيجي طالع تتكلم لازم تعرف ان انت بتتكلم عن الكبير، عن العظيم، عن النادي الاهلي. عمرنا ما هنغلط في جمهور حد، عمرنا ما هنغلط في جمهور حد ولا نقول بصوا جمهور الاهلي. لكن انا دايما لما بقول ايه اقول لكم بصوا على جمهور الاهلي بيفرق عن اي حد تاني. ليه؟ لان جمهور الاهلي عارف كويس جدا. فاكرين مره تانية وثالثه وعشره هكرر هذا الامر، وناس كتير تقول يا اسلام يعني ما تقولش كل شويه الكلام ده، لكن انا هقوله. احنا اتغلبنا 5-2 من صن داونز، صح؟ لولا وقفه جمهور الاهلي مع ادارته، مع جهازه الفني، مع لعيبته، كلنا مسك كل انا كل شويه اعمل الحركه دي، كلنا مسكنا ايدينا في ايدين بعض ووقفنا وقفه. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الكل دلوقتي سعيد بهذه الوقفه. سببها ايه؟ جمهور النادي الاهلي ووقفته مع اللاعبين في ذلك الوقت. انتقد وانتقد بشده، ولكن وقفتهم مع اللعيبه قبل مباراه القطن انا عمري ما انسى، وكنا هنا مع بعض يعني بعض من لا يشجع الاهلي طالعين بصوا طالعين يطبلوا ازاي، ما كناش بنطبل، ولكن كانت هذه هي الحقيقه ان احنا نقف لان كنا في وسط البحر وما ينفعش نسيب المركب تغرق في وسط البحر. وجمهور الاهلي الواعي مع اداره الاهلي الواعيه، اي اداره ثانيه في هذا التوقيت كانت عملت مجزره ومشت كل اللعيبه ومشت المدير الفني، ولكن اداره النادي الاهلي بوعيها وكابتن خطيب بطريقه ادارته لاداره الكوره في النادي الاهلي الفرقه وقفت، كسبنا البطوله اللي احنا خسرنا فيها كده. وكان نفسي نكون بنلعب صن داونز والله، بس يلا كله في وقته. لكن هذا هو الفرق، دايما لما بتكلم مع حضراتكم بقول هذا الكلام. لكن انت طالع تهاجم جمهور الاهلي، اوعى تتكلم عن جمهور الاهلي مره تانية او النادي الاهلي. انت ما تعرفش تاريخ ناديك حتى، ما تعرفش تاريخ اي نادي، ما هو اذا ما كنتش تعرف تاريخ ناديك فبالتالي ما حدش هيزعل لما ما تبقاش عارف تاريخ النادي الاهلي. تاريخ النادي الاهلي اللي من 1907 لغايه دلوقتي الكل بيتحاكى، يا راجل ده في البطوله العربيه بشوف بعض التعليقات الحقيقه اللي بتجيلي، يعني حضراتكم عارفين انا لعبت في اتحاد جده شويه، فبيجي لي بعض التعليقات من اخواتنا في السعوديه يقولوا لي كان نفسنا يبقى النادي الاهلي المصري موجود. قلت لهم كنت بعتذر لهم بقول لهم معلش الاهلي اعتذر، لانه لو الثلاث اسابيع دول ما خدهمش اجازه عندنا السنه الجايه مشكله كبيره، وكنت بشرح الكلام ده زي ما بشرحه لاخواتنا هناك. فكانوا بيقولوا صح عندك حق، كنتوا لازم تاخدوا اجازه. فاللي انا بقوله دايما ان اوعى تغلط او تتكلم عن جمهور النادي الاهلي. لما تتكلم عن جمهور النادي الاهلي لازم تقف وتحترم نفسك قبل ما تتكلم عن اي حد، اي جمهور في العالم، خصوصا جمهور النادي الاهلي. ان النادي الاهلي عمره ما بيغلط في حد، وعمرنا ما بنطلع هنا وبنتكلم عن حد بهذا الاسلوب اللي مش لطيف. خليني اقول اللي مش لطيف، مش هقدر اقول اكتر من كده. كان مهم جدا ان انا برضو اتكلم في هذا الامر، ولكن في النهايه كلها امور صغيره جدا ويجب ان تنتهي. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندي برضو الجزء الاول من هذه الحلقه نجم كبير كابتن مجدي طلبه. كابتن مجدي طلبه هيطلع يتكلم او هيطلع يتكلم معانا فيما يخص الامور الفنيه الخاصه بالنادي الاهلي بعد نهايه الموسم، موسم صعب جدا 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 ينتهي غدا إن شاء الله بعد نهاية مباراة المصري. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن مجدي طلبة في ضيافة البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن مجدي طلبه. ازيك يا كابتننا؟ اهلا كابتن اسلام، بقى لنا كتير ما تقابلناش. مشرف ومنور، ربنا يخليك حبيبي، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا اسعد كابتن مجدي. خليني ابدا مع حضرتك بمباراه بكره، مباراه صعبه، الاهلي والمصري دايما مباراه صعبه، الاهلي والمصري في حتى المباراتين اللي اتلعبوا في الدوري بغض النظر يعني عن المباراه الثانيه، ولكن المباراتين انتهوا بالتعادل. فكرك بكره المباراه هتبقى عامله ازاي من وجهه نظرك؟ اكتر يعني صعوبه شويه. اكتر صعوبه؟ المصري الفتره الاخيره مع دكتور ميمي عبد الرازق كان استعاد بعض من مستواه وبعض الثقه. دلوقتي مع وجود علي ماهر، اعتقد علي ماهر مسك الفرقه دلوقتي، علي مسك فبقى في طموحات جديده، واللعيبه في دوافع جديده كمان مع من اللعيبه قدام علي ماهر، لان ده هيبقى بالنسبه لهم بدايه موسم، نهايه موسم وبدايه موسم. صحيح. فده بيبقى بالنسبه للعيبه برضو تحدي، وتحدي كبير جدا عشان كله يبين عايز ياخد مكان في بس ده يعني ماتش يعني كده كده حتى لو كسبوا، انما بالنسبه له ماتش قدام النادي الاهلي دوري او كاس. اي تيم بيلعب قدام النادي الاهلي النتيجه بتاعته بطوله بالنسبه له طبعا. فده شيء بيبقى دافع كبير لاي تيم تاني قدامه. النادي الاهلي عايز يخلص السيزون بشكل بيرفكت عشان الاستعداد للمرحله الجديده. الحمد لله الدوري خلص والكاس القديم خلص وافريقيا خلصت، ودلوقتي داخلين اهو في الكاس الجديد مع السوبر اللي جاي، برضه هتبقى تحضيرات. يعني هي نهايه مع بدايه، يعني انت عارف، لانه ما فيش فرق كبير بين فيش توقيت بين السيزونز. عشان بما ان حضرتك برضه من الناس اللي ليها راي في هذا الامر، انا دايما ولسه كنت حتى بتكلم بقول ان لعيب الكره ده يا جماعه مش اله. ايوه بالظبط. يعني انا بجد بجد بحيي هؤلاء اللاعبين، بحيي هذا الجيل من اللاعبين، لانه عملوا كتير جدا. محتاجين يا كابتن على الاقل اسبوعين ثلاثه راحه، ده مينيموم. ده مينيموم بعد الهرت اللي بقالهم ثلاث سنين، بقالهم ثلاث سنين تقريبا او اربع سنين تقريبا بدون راحه. والراحه اللي خدوها بس ما كانتش في وقتها. السنه اللي فاتت اللي هي ما كانت قبل وقتها بشويه، قبل لا في قبلها كان اللي هي بتاعت بطوله كاس الامم الافريقيه، كانت في الوسط شهر واحد، بعيده قوي. بعيده. فما تلحقش تعمل ريكفري بين السيزونز، يعني انت خلصت ورحت داخل في الموسم اللي بعديه على طول. صحيح. وخلصت اديك داخل في اللي بعديه على طول. فهي ولعبت النادي الاهلي، بس السنه دي في ميزه. ايوه السنه دي في ميزه مهمه جدا، الا وهي ان كولر قدر يوظف كل السكواد بتاعه. صحيح. فنسبه الاهلاك عنده كانت اقل كتير جدا من المواسم اللي قبل كده. في واضح ان في اجهاد يا كابتن، اكيد لازم هيبقى في اجهاد. هو لازم هيبقى في اجهاد بس اقل من المتوقع. أيوة. بس اما انا اخش الريكفري بتاعي، اخش الفتره بتاعت الراحه بتاعتي وانا في بنسبه 90% مجهد، غير لما اكون بنسبه 100% مجهد، غير بنسبه 70% مجهد. اوكي. دي بتفرق كتير جدا مع اللعيب. فاعتقد ان هو السنه دي احنا لاحظنا دي، ان حتى في بعض الماتشات بتلاقي سكواد مختلف عن السكواد اللي بيلعب. صحيح. الماتش اللي قبل منه بيلعب عدد كبير من اللاعبين، وتلاقي اللعيبه كلها فريش تقريبا. فريش. كابتن مجدي معلش قبل ما اخد حضرتك في النواحي الفنيه، هل يعني انا الموضوع ده بيؤرقني بشده، يعني لانه موضوع صعب. هل من الممكن ان يكون هناك قانون او لائحه من الاتحاد الدولي تفرض ان اللاعب ياخد له على الاقل من اسبوعين لثلاثه راحه؟ هو يعني لو الموضوع لو هو عام منتشر او شامل، اكيد الاتحاد الدولي هيكون له دور في القصه دي. انما احنا استثناء عن العالم كله، يعني انت لو دخل لو شفت القصه هتلاقيها استثناء. فصعب جدا ان الاتحاد الدولي يدخل في استثناء علشان يطلع له لائحه. انما الحاله مش عامه، العالم كله. فهمت حضرتك. احنا خارجين، احنا اللي شاذين عن الاتحاد المصري حتى. الاتحاد ما هو مين كبير. ده هو العامل. لا بس خليني اقول لك مثلا يا كابتن، ان السنه الجايه انت عندك 150 يوم من ال 360 يوم ولا 365 يوم فقط، بس هم اللي تقدر تعمل فيهم. انت لو خدت بالك يا اسلام، انت حتى في التلاحم بتاع المواسم
انت في فترات عندك بيبقى في فواصل ما بين الماتش والتاني، في احيانا بيبقى بال15 يوم وال16 يوم. لا ما بتحصلش. لا بتحصل احيانا، بتحصل في وسط السيزون. في وسط السيزون لما يبقى في مثلا دوري عندك بيبقى في الماتشات الدوليه في وقت أيوة من الاوقات، الامم الافريقيه أو الامم الافريقيه او تصفيات كاس العالم او فبيحصل عندك فواصل كتيره جدا بين الماتشات. انت ممكن تستغلها لو انت اشتغلت الحاجات دي، ما ممكن انت تبدا مظبوط وتنتهي مظبوط. اصل هي الحاجات دي كمان ومعروف توقيتها، معروف طبعا يعني السنه الجايه معروف السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها. الاتحاد الافريقي دايما بيعمل الجدول بتاعه لسنتين قدام. صحيح. فانت عندك كل حاجه معروفه من قدام، انما هي القصه بيبقى اعتبارات ثانيه مختلفه، ان الاهلي لو وصل في المرحله دي لازم يتوقف الدوري علشان ما يقدرش يلعب هنا. فالقصه هي البيضه ولا الفرخه وعايزين نظبطها. ايوه، لانه انت في النهايه زي ما بقول لحضرتك كده، لما نيجي نقول اتحاد الكوره ماشي، ما هو انا ممكن ارمي على اتحاد الكوره، ولكن خليني اقول برضو الحقيقه، ان السنه الجايه في عليك التزامات او مباريات هتلعبها رسميه مع المنتخبات ومع والدوري ابطال افريقيا وكذا وكذا، 150 يوم او 200 يوم. فانت فاضل لك في الدوري المصري بس 150 يوم، هتوزع الدوري المصري على 150 يوم ازاي؟ ما هي دي المشكله بقى، دي المشكله. لو احنا اتفقنا كلنا كرابطة أندية وقعدوا مع بعض واتفقوا كلهم على سيستم يمشوا بيه، ومحدش في الوسط يجي يقول لا أنا مش اللي هيضمع. أصل أنت أي سيستم في الدنيا هينجح مع حد وهيخبط في حد، مليون في المية. فاللي هيتخبط في اللي هيتخبط من السيستم دوت لو رجع قال أي في وسط السكة هتبقى مشكلة كبيرة. فإحنا لازم نتفق مع بعض على إن السيستم هيمشي، واللي هيتخبط منه خلاص علينا كلنا. ده اللي لازم يبقى موجود. احنا عايزين نطلع اسم المسابقه هي الاهم. احنا عايزين نطلع ان اسم الدوري، خلي بالك ان البساط عمال يتسحب من تحت رجلينا بقالنا كام سنه واحنا مش حاسين بحاجه. البساط بتاع بطوله الدوري المصري عماله تتسحب. الدوري بتاعنا كان في فتره من فترات اقوى دوري في المنطقه. احنا النهارده فين من المنطقه في الدوري بتاعنا كدوري عام مصري، واحنا اقدم دوري في المنطقه. وكنا افضل دوري في المنطقه واقوى دوري في المنطقه. النهارده باللي بنشوفه في باللي بيحصل في الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، الدوري القطري، احنا هنبقى بعيد جدا. احنا هنبقى بعيد جدا. فاحنا نقدر مش هنقدر، احنا خلينا نتفق ان احنا مش هنقدر نتنافس معاهم ماديا لا خالص، انما نقدر نتنافس معاهم فنيا. عندنا الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعتنا في مصر لعيبه كويسه جدا، ونقدر نستقطب بعض الاستقطابات اللي احنا بنجيبها برضه هتخلي الدوري بتاعنا قوي. انما السيستم بتاع الدوري بتاعك انه يبدا يوم كذا ينتهي يوم كذا، يبقى معروف عنه، ده مهم انه معروف عنه الانضباط بتاعه، معروف عنه السيمتريه السليمه بتاعته، وده لازم يحصل. لانه هنتضرر اكتر من كده. يعني هيبقى في ضرر اكتر من كده. طيب نرجع تاني للاهلي والمصري. الاهلي والمصري مباراه بتظل دائما صعبه، ولكن اكيد هنا في اوراق رابحه وهنا في اوراق رابحه. يعني انا تيمي المصري فرقه زي ما قلت لك، فرقه متجانسه جدا. الفتره اللي فاتت كان في تناغم كويس جدا، عندهم التحول بتاعهم جيد جدا. من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع. عندهم لعيب اساسي جيد جدا تونسي ولا جزائري، الياس ده لعيب جيد جدا. عنده عيب بس، وده ميزه للفرق اللي قدامه، ان هو بيدافعش كويس، عنده بطء. لا عنده بطء في التصرف شويه. اوكي. لانه بياخد الكوره وبعدين بيمشي مره واتنين، محلوله كويسه، يعني عنده رؤيه كويسه، انما بعد مش سريع. نعم. عنده رؤيه كويسه انما مش سريع. عندهم عيوب في قلب الدفاع، ده معروف جدا لاي تيم بيلعب النادي المصري. عنده عيب، مشكله كبيره في النادي في قلب الدفاع بقاله فتره. عنده اللاين فيرود بتاعه متميز، عنده انسجام في اللاين فيرود بتاعه، في الاستراكشر بتاعه مظبوط ما بين لعيبه بتهاجم كويس وبتشتغل على الجول كويس، ولعيبه بتادي مهاجمين بيادوا الدور الدفاعي بتاعهم بشكل كويس افضل، زي جريندو مثلا.
لانه مشي راح البنك الاهلي. مش هيلعب بكره خلاص كده والله يا كابتن. بص يلعب ولا ما يلعبش دي ما اعرفش. بس لانه اصل خلي بالك ماتش بكره موسم قديم. ما احنا اللي بنتكلم فيه برضه. ما هو كده كان لعيبه الداخليه لعبت. لا ما هو لعبوا معظمهم لعب ولكن. لا اللي مشوا. لا ما فيش حد مشي. بيقولوا في لعيبه مشي. لا لا لكن المصري جريندو البنك الاهلي اعلن عن ان هو خد جريندو. خدوا خلاص يعني. خدوا ده من اسبوع ولا من خمس ايام بعد نهايه والله انا في الملعب هعرف. لا في الملعب بكره والله حاجه في الملعب هعرف يعني والله حاجه. بس هو طبعا اعتقد بنسبه 99% مش هيلعب. طيب 99.9 ولكن انا بقول لحضرتك ان هو قانونا يلعب ولا ما يلعبش لان ده اخر ماتش في السنه اللي فاتت. ما وهو لو الورق بتاعه راح شكرا. راح تقريبا خلاص. لو راح خلاص يبقى ما ينفعش. لان هو البنك الاهلي مش هيعمل يعني غير لو الورق راح الاستغناء. عندهم لعيب جيد جدا انا سمعت انه اتعور بس مش عارف مين. دغيم اسمه دغيم ولا ايه الجزائري ده. جزائري الجزائري دغموم. لا دغموم دغموم صليبي. دغموم انا لسه شايفه اخر يعني هو اليوم الماتش اللي قبل الاهلي على طول تقريبا. ده لعيب من اللعيبه اللي كانوا متميزين جدا عندهم بالنسبه للسيزون او نهايه السيزون بتاعهم. لانه برضه قعد فتره قبل ما يتعور بالصليب. هو شكله مش جاي على الدوري المصري لانه كان لسه مصاب قبل يعني قبل ما يصاب الصليبي ده كان لسه راجع من اصابه الثلاث مرات اربع ماتشات لعبهم كان كان قاعد قبلهم فتره طويله جدا برضو من اصابه. اما بالنسبه للنادي الاهلي فالنادي الاهلي حلوله كتير. النادي الاهلي حلوله كتير جدا ما شاء الله. ودي كمان من الحاجات اللي نجح فيها الجهاز الفني السنه دي انه ما بقاش في عندك واحد بيجيب 17 18 جول والتاني بيجيب 5 6 اللي حواليه لا كله بيجيب زي بعض. بقى في تقريبا افريج بقى 11 12 جول تحتيه 9 تحتيه 8 تحتيه 7 قريبين فعدد اللعيبه السكوررز زادوا اكتر. فدي كلها مفاتيح. كل اللي انا بقول عليه دي مفاتيح يعني. شريف لو بيلعب مفتاح. كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو، قفشه، مروان، ديانج، كل دول مفاتيح. محمد هاني، علي معلول، كل دول مفاتيح. كل دول مفاتيح لعب. ومفاتيح لعب مهمه يعني. ما تقدرش تقول يعني السنه دي محمد هاني عامل كام اسيست زياده عن السنه اللي فاتت. محمد من احسن المواسم اللي اعتقد. علي معلول نفس القصه يعني. ما تيجي تشوف اللعيبه الاسيست اللي اتعملت هتلاقي النسب قريبه جدا ما بين لعيبه وسط الملعب ولعيبه الاطراف. ما بقتش حته واحده بس. طريقه لعب المصري يا كابتن هتتغير عن يعني مع كابتن ميمي مثلا. انا شفته في سيراميكا كليوباترا بيضغط على سيراميكا كليوباترا من قدام بيعمل هجوم كاسح. اولا ميمي مش هيبقى موجود. علي علي عمل نفس اللي عمله مع فيوتشر مع الوضع في الاعتبار ان او الاحتمال انه يغير الاستراتيجي بتاعته عشان ده ماتش كاس وماتش واحد. اوكي يعني هو هيبقى فيه مكسب. انما هيبداوا ازاي؟ انا اعتقد انه هيبداوا بالزون ديفنس طبعا ويلعب على الكاونتر اتاك. لانه علشان يهاجم على النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده ميزه السنه دي انه بيلعب بدون مركزيه. فانت مش سهل جدا ان انت تقدر تعمل عليه ضغط عالي لان مفيش حد ملتزم بالمكان بتاعه على طول. لا ده باصه بيتحرك باصه بيتحرك باصه بيتحرك. فانت علشان تعمل عليه ضغط عالي لازم تكون بدرجه تركيز 100% وبدرجه اتقان 100%. لان تحت كده هتتضرب من بدري وهتعمل مسافات كبيره جدا ومساحات كبيره جدا للنادي الاهلي عشان يقدر يضربك منها. علي ماهر مع فيوتشر في المباراتين اللي لعبهم برضو مع النادي الاهلي تعادل النادي الاهلي مع هو علي بيعرف يلعب النادي يعرف يلعب النادي الاهلي. اشتغل في النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي وعارف السيستم بتاع النادي الاهلي. وعلي مدرب كويس. علي مدرب عنده فيجن وعنده تفكير ذكي. لعيب مدرب ذكي فبيعرف يشتغل مع النادي الاهلي. هو الماتشين اللي اتعادل فيهم او اللي لعب فيهم عمل كده. عمل زون ديفنس وزون ديفنس قوي جدا منظم جدا منضبط جدا وكان بيلعب على الكاونتر اتاك بس وحصل فيه التعادل. بكره مش هيبقى فيه تعادل. بكره لازم حد يكسب. بكره لازم فرقه تكسب. فممكن في بيبقى ليها استراتيجيه ثانيه تقصد. احتمال. اوكي احتمال. لانه في وقت من الاوقات
عايز هيجازف لو هو ماشي بالدرون عايز في وقت من الاوقات يجازف عشان يجيب يكسب الماتش. يجيب جول صح. عشان لان هنا لما لو انت دخلت على انك هتخش قدام النادي الاهلي في ضربات الجزاء احتمال كبير ان النادي الاهلي هو اللي بيبقى يكسب بسبب عناصر الموجوده عنده اللي عندها خبرات في القصه دي. خبراتها اكتر صح. اولهم محمد الشناوي، فمحمد الشناوي كجول حارس قدام التيم المنافس في ضربات الجزاء بيبقى فيه نوع من انواع القلق شويه، يعني وانا داخل اشوط على محمد الشناوي غير وانا داخل اشوط على حد تاني. بيبقى درجه القلق اكتر شويه. نعم. نتيجه الاداء اللي عامله محمد الشناوي ونتيجه الصدات اللي بيعملها محمد الشناوي، فدي بتعمل برضو نوع من انواع الثقه عند الشناوي والقلق عند المنافس ليه. طيب قبل ما نكمل فنيا يا كابتن، لجنه الحكام اعلنت يعني من شويه ان كابتن عبد العزيز السيد هو حكم المباراه، ايه رايك؟ كويس، هو عصبي شويه بس شغال. هنقول ايه؟ هنقول له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء يعني الله. اخر ماتش في الدوري نتمنى ان هو يكون ماتش جيد، يعني يدي حق النادي الاهلي ويدي الحق للنادي المصري. مش عايزين اكتر من كده، عايزين يبقى هادي بس، ما يبقاش يعني ما يبقاش متنشن. هو 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 التنس بتاعه عالي شويه، ف لو هو هادي الدنيا تبقى كويسه ويقدم ماتش كويس. كابتن، امام عاشور ورضا سليم صفقتي النادي الاهلي حتى الان، يعني يمكن من يومين عرفنا ان هو قد يكون هناك صفقه اخرى بالكثير، يعني ثالثه او رابعه يعني بالكثير قوي هذا الموسم. شايف النظام اللي ماشي بيه النادي الاهلي في اختياره لصفقاته، ايه رايك فيه؟ لا ممتاز لغايه دلوقتي. يعني ما اصل اللي بيحكم ده الاداء اللي احنا بنشوفه. يعني احنا السنه اللي فاتت افتكر زي اليومين دول كنا بنقول عايزين 7-8 لعيبه. صحيح. صح كده؟ وما حصلش. ليه؟ كان في رؤيه عند بالنسبه للموجودين في الفرقه والمسؤولين عن التيم عن اللعيبه اللي موجوده، الاستقرار على اللعيبه. الموضوع ما هوش فني، الموضوع كان ذهني وكان محتاجين اجازه، وموضوع تعب فيزيك. فالموضوع اثبت صحه وجهه نظرهم الاداء بتاع السنه دي، زائد الرؤيه اللي دخل بيها كولر ووجهات نظره اللي دخلها ووصلها للعيبه اللي طورت في كل حد في التيم. يعني مفيش حد السنه دي لم يتم تطويره، مفيش حد السنه دي في التيم ما اتطورش. وده على فكره ده مهم جدا، او دي من اهم واجبات المدير الفني، ان يبقى في تطوير فني للفردي وجماعي. وده حصل، لان ده لما بيحصل بيعلي الفاليو بتاع التيم كتيم. يعني انت النهارده زي ما قلت قبل كده ان الفاليو بتاع تيم النادي الاهلي لو كان السنه اللي فاتت 10 دولار، السنه دي هيبقى 30 دولار. الدبل او التريبل بتاع الفاليو بتاع اللعيبه. ليه؟ النهارده لما يجي لك لو شفت حسين الشحات، النهارده حسين الشحات كان طول الفترات بيشتغل من الجنب اليمين او في نص الملعب، او السنه دي بيشتغل جناح شمال وبيشتغل على اعلى مستوى بشكل معين من التكتيك، وعنده حريه حركه من الشمال اليمين ومن الشمال. جاب كذا جون كده. نفس القصه بيرسي تاو، نفس الموضوع محمد هاني اللي كان متقوقع في الباك اليمين بقى بيدخل لوسط الملعب، بقى بيروح للطرف عشان يشتغل كوينج، وبعدين يدخل كراس حربه، من بيعمل الاندر لاب مش الاوفر لاب، بيعمل الاندر لاب من تحت من بره لجوه مكان راس الحربه، مكان راس الحربه بيخش كراس حربه تاني عشان يسهل اللعيبه بتاعته او تحت راس الحربه. نفس الكلام علي معلول بيعمله، ما كانش بيتعمل قبل كده. فكل دي حاجات اتطور فيها في اداء لعيبه النادي الاهلي اللي بيها نمره واحد زاد جدا وارتفع جدا المستوى الفني، 2 حير او عمل مشاكل كبيره جدا للمنافس لانه ما بقاش فيه مركزيه، ما بقاش فيه سهوله ان انت تقدر تماركر على حد معين من التيم. 3 ما تقدرش تعمل عليه الضغط العالي اللي انت لو انت بتقدر تجيده، لانك مش هتلاقي الموضوع سهل، لان زي ما قلت موضوع التبادل بتاع المراكز وحريه الحركه بتدي قوه واضافه كبيره للتيم. الحاجه الثالثه او الرابعه انه بقى فيه انسجام في نهايه الهجمه،
في النادي الاهلي ده كان قليل جدا قبل كولر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اول ما بتاخد الكوره وبتوصل للثلث الاخراني بقى في تنسيق وانسجام ومفهوم مين هيتحرك فين عشان يعمل ايه. ده كان ده شفناه كتير جدا وخلق فرص كتير جدا. لو كمل فرص اللي انتج لو جه منه 70% كان نسبة الأهداف في السنة دي هتبقى أعلى بكتير جدا. يعني شوف أنت النسب، شوف الفرص المهدرة وطريقة وصول أو طريقة خلق الفرص هتلاقيها تقريبا متشابهة. حرية الحركة وده جاي منين رايح فين، ده جاي منين رايح فين عشان تعمل له كورة بدون ما نقول أسماء، لأن أي حد كان موجود في المنطقة كان بيبقى شغال بالقصه دي، ودي عمرها ما تيجي الا عن طريق تمرين كبير وكتير. على الرغم ان هو ما كانش في وقت حتى للتمرين الكبير والكتير ده يا كابتن، يعني احنا ده دلوقتي، انما هو قعد فتره طويله. ما خلي بالك ما بتخلي بالك يا اسلام، الناتج بتاع الشغل في الكوره عمرك ما تشوفه في شهر، بعد اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه، لا خالص. مش احنا شهر اتنين ثلاثه بالظبط، يعني انت بتاخد الماكسيمم بتاع الاداء بتاعك بعد تقريبا سبع اسابيع، ست سبع اسابيع هتاخد الماكسيمم. ليه؟ ما انت احنا بنتعامل مع عقليات وذهنيات مختلفة. صحيح. فلما بيجي علشان انت تخرج من انت زي كوبايه المايه دي، انت عايز توحد الافكار، عايز توحد الافكار، فلازم تخرج بعض الافكار اللي كل واحد غصب عنه ماسكه فيه ومقتنع بيها. صح. فلازم تخرج منه، عمرها ما تخرج منه في اسبوع، عمرها تخرج منه في اسبوع او اسبوعين خالص. لازم هتاخد وقت. فلما بتاخد وقتها اهم حاجه بقى ان لما بتاخد وهي بتاخد وقتها انت بتبقى ماشي كويس مظبوط صح. بتكسب، مكسبك صعب شويه، ادائك مش قد كده لغايه لما اوصل للخمس ست اسابيع اللي هم بتاعي. شكرا. بعد كده بتاخد كل حاجه بعد كده بتتبني على ده، وده اللي حصل، او ده الترتيب اللي حصل، وده اللي حصل. وهتاخد هتبدا بقى تاخد على البيك اللي وصلت له ده، هتبني عليه تاني. فانت منتظر ان شاء الله باذن الله مع الاضافات اللي بتحصل دي كمان هيبقى في عندك تطور اكتر، وفي عندك سرعه اداء اكتر، وفي خلق فرص اكتر. ده على قناعه بيه جدا يعني. طيب من وجهه نظر حضرتك كابتن، شايف المراكز اللي تحتاج الى التدعيم في النادي الاهلي؟ والله انا يعني بعد امام عاشور، امام من اللعيبه الجيده اللي بيقدروا يلعبوا 8، والنادي كان محتاج 8، التيم كان محتاج 8 بالشكل 8 8، لان احنا كان عندنا مشكله الثمانيه عندنا ان حمدي فتحي هو بيأديها، واليو ديانج هو بيأديها، السوليه وهو بيأديها. في اوقات بتحتاج حلول، مش لازم تبقى عند لعيب يقدر يبقى عنده مرونه ويقدر يعمل المراوغه بتاعته بالجري بالكوره. دي ما هياش موجوده بشكل كبير في الاسامي بتاعت لعيبه المحاور. دي بتبقى موجوده عند لعيب وسط ملعب يمين او وسط ملعب شمال. يعني حسين الشحات يقدر يعملها كويس جدا، امام عاشور يقدر يعملها كويس جدا، كوستا يقدر يعملها كويس جدا لو اشتغل 8. لعيب التونسي اللي موجود عندنا بيشتغل على الطرف على الوينج، كريستو سوري كريستو لو يقدر لو يقدر يشتغل 8 افضل من على الوينج، يقدر يشتغل 8 كتير. مش افضل بس يقدر يشتغل 8 جدا، لانه بوكس تو بوكس وعنده الحلول دي اللي هو ايه، لما يبقى ماركينج وعليه واحد او واحد على اثنين او واحد على واحد يقدر يفوت ويقدر يتخلص بسهوله. لان انت في الثمانيات في وقت من الاوقات بيجي قدام ال 18 بيبقى عليه ماركينج، لو فات منه بيبقى عايز بس دريبل عشان يخلص. الحل بتاعه يبقى دريبل. صحيح. فالحل الدريبل اللي عند حمدي وعند ديانج مش زي مش احسن حاجه زي كريستو او زي حسين او بيستاو، لا مش فهي دي. لكن امام عنده دي، امام عنده دي. فحضرتك شايف ان هو تمام ومروان مهم جدا. امام حتى مروان يقدر يلعب 8 كويس. يعني مروان مش كويس على فكره. لا مروان لو الحلول دي موجوده، مروان عطيه لو خد دور 8 هيأديه بشكل جيد. هو غالبا بيبقى دايما ما بين ديانج ومروان وعمرو، هو محور عاملها بشكل، لان كولر بيعتمد عليه بنسبه
90% من خروج الكوره من تحت لفوق. احنا بنقول كده اسرار ولا ايه؟ ما كل الناس شايفاها، كل الناس شايفاها. على حلول نسبه خروج الكوره من تحت لفوق 90% من 70 ل 90% من عند مروان. عند مروان صحيح. فحتى الماتش اللي بتاع الوداد الراجل لو هو بيلعب هنا في مصر لما عمل ماركينج كانش عامل ماركينج على رؤوس الحربه ولا على عامل ماركينج على مروان. راجع الراجل راح من رؤوس الحربه صح. بيشتغل مان تو مان على مروان صحيح. فده كان راجل فاهم وبيعرف الدنيا، كان عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب واحنا بنتكلم برضه ننزل يا شباب الطاقم الحكام بعد اذنكم. طب اتفضلوا كابتن عبد العزيز السيد حكما للساحه، كابتن احمد توفيق طلب حكم مساعد اول، كابتن احمد صلاح حكم مساعد ثاني، كابتن هشام الفلال حكم رابع، كابتن عمرو الشناوي حكم للفار، كابتن شريف عبد الله حكم فار مساعد. ده طاقم التحكيم لمباراه غدا النادي الاهلي دور الثمانيه في كاس مصر الخميس 3 اغسطس، الاهلي والمصري في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعه 6، وطاقم التحكيم امام حضراتكم. نتمنى لهم يا رب التوفيق جميعا الحقيقه، كلهم نتمنى لهم يا رب. وكابتن زي ما كابتن مجدي قال، كابتن عبد العزيز بس نحتاج ان هو، لكن ماشي احنا بس نتمنى ان هو ربنا يكرمه ويوفقه. بالمناسبه كابتن مجدي خلاص بريرا اتخذ وجهه، يعني اللي انا عرفته معلومه ان هو اتخذ قراره في اجراء بعض التغييرات اللي هتحصل خلال الفتره القادمه في لجنه الحكام. يعني من الاسماء اللي ممكن تمشي كابتن توفيق السيد، مش ممكن بنسبه كبيره 90% هيمشي كابتن توفيق السيد، واحتمال اسماء اخرى تيجي مكانه. فهو خد قراره بكده اللي انا عرفته. اعلنوا يعني ولا لسه؟ ما لا لسه لم يتم الاعلان، ولكن هو اللي انا عرفته يعني من مصادرنا، لان دي كانت مرميه بقالها اسبوع ولا حاجه، ولكن اللي انا عارفه انه لا بنسبه كبيره جدا هو سيتخذ قراره، لانه حس بقى ان هو محتاج ان هو يحط ايده ان هو الفتره اللي فاتت. هو حتى قال، مش احنا، هو حتى قال لك انا ما يعني مش انا اللي بعين وانا اللي بتاعنا، هبتدي من الموسم اللي جاي. طب يا سيدي الموسم اللي فات خلص. هو كويس هو انه الفتره اللي فاتت دي كلها بيبص انه بص وشاف وتابع وعمل تقارير اكيد وعمل تقييم لكل اللي شافه. عن طريق التقييم اللي شافه اكيد هياخد قراراته صح، ونتمنى ان تكون القرارات بتاعته جيده ووجهه نظر اكيد. بص اي حد عنده النوهاو، عنده النوهاو جاي هيعرف ياخد القرار بتاعه كويس. المشكله التأثير بس. ايوه ما هو ده لسه لما اكمل الجمله. المشكله انه ما حدش يضايقه وهو بياخد القرار، او يقف له هنا او يجي له هنا، سيبوه ياخد القرار بتاعته ويشتغل وفي الاخر نحاسبه او في الاخر نقول راينا فيه. انما عموما تجربه المدير الفني او المسؤول الاجنبي عن التحكيم في مصر انا شايفها تجربه مفيده جدا. انا ايام كلاتنبرج شايفها، ما هي من لكن الحقيقه بدايه حتى كلاتنبرج. خلي بالك ان احنا الريتم السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات في الريتم الاداء في الموسم مع كلاتنبرج كان سريع جدا، كان متميز عن بقيه المواسم اللي قبل منه كتير جدا صح. فدي من الحاجات الحسنات المهمه جدا اللي حصلت، ان زود نسب الاحتكاك، زي بقت قريبه جدا من نسب الاحتكاك اللي موجوده على مستوى العالم، بيتفرج عليها في اوروبا او في كاس العالم او في كاس صحيح. اوروبا او في الشامبيونز ليج او في بطولات اوروبا المختلفه. فاذا احنا محتاجين ده، لان هو ده اللي احنا هنقابله. واحنا محتاجين ده وماشيين الحمد لله. ان احنا بعد ما مشي كلاتنبرج احنا كنت قلقان جدا ان نبدا من اول وجديد. فانا شايف ان هم مستمرين على البناء يا كابتن، ولكن نفس الاخطاء يعني احنا بنشوف اخطاء واضحه هي تعرف الاخطاء دي يا اسلام. الحكم المصري عنده شويه حاجات كده، يعني مش عايز اخوض فيها، عنده شويه حاجات صعبه جدا، معتقدات، عنده شويه تفكير يعني متعقدات. مثلا يعني مثلا لو انت عارف ان اللعيب في وسط اللعب عشان المكسب والخساره النيرف بتاعه بيبقى عالي جدا، فهو لما انت تيجي تحذره او لما تيجي تحسب عليه فاول كده ولا كده، انا ما بقولش انه يتجاوز اللعيب طبعا، انما بتحصل. لما تلاقي اللعيب لا ومش لا وتروح وتبرق له وتعمل
انت هو عايز يبين ان في شخصيه موجوده، وده متنافي جدا مع كل اللي بيحصل في الدنيا كلها. بالعكس، انت خليك هادي وسيبه هدي اللعيب، وانت كمان تهدى عشان الجيم يطلع معاك كويس والمستوى بتاع اللعيب نفسه. ما انت لو عصبت ده وعصبت ده وعصبت ده، في الاخر الناتج ان الماتش مش هيبقى مظبوط. الناتج مش هيطلع، الناتج الاداء الفني مش هيطلع كويس. المنتج العام اللي الناس عايزه تتفرج عليه هيتاثر. واهم عوامل نجاح المنتج ده الحكم، التحكيم. في تحكيم كويس جيد، هتلاقي ما فيش تحكيم على وجه الارض ما فيهوش اخطاء. وما بنقولهمش ان انتم مش هتغلطوا، اغلطوا وهتغلطوا، لان في الاخر بني ادمين. انما نسب الاخطاء عايزين نشوفها ما تتكررش، وعايزين نشوف نبعد عنها شبهه التعمد او الحاجات احيانا كنا بنشوفها دي. يعني كابتن مجدي، الدوري السنه الجايه شايفه ازاي في ظل وجود زد والجونه وصعودهم يعني من الدرجه الادنى؟ مش عارفين نقول انهي درجه، لكن ماشي الدرجه الادنى. هم خلاص سموه محترفين ولا لسه؟ ما هو ده انا عشان كده بقول لك امبارح حصلوا قال لك ايه قاعده، في حصلت قاعده، ففي بعض القهوه، ما هو بعض الاقاويل يقول لك قاعده عرب، وفي بعض والاقاويل الاخرى تقول لك ايه لا دي قاعده رسميه واتخذ فيها قرارات رسميه. طب تسال دول يقول لك دي قاعده عرب، تسال دول والله بجد لغايه دلوقتي، لغايه قبل ما اخش الهواء بكلم ناس هنا يقول لك دول قاعده عرب، اكلم ناس هنا يقول لك اللي تبع دول يقولوا كده واللي تبع. طب يا جماعه احنا عايزين الحقيقه. انا نفسي افهم يعني، انا كان نفسي اطلع اقعد مع اتكلم مع جمهور الاهلي اقول لهم يا جماعه قعده امبارح دي اي كلام او حقيقي. ما حدش عارف يا كابتن والله بجد. طب انت عرفت؟ لا ما انا بسالك اهو، انا بقول لحضرتك اهو قبل ما اخش على طول عامل خمس ست مكالمات عشان اسال، مفيش فايده. يعني انا اللي انا اعرفه ان اتحطت لائحه للسيزون من قبل اللي خلص ده، من قبل لا اللي خلص خلاص. ما هو كان محطوط اللائحه بتقول ان هيبقى فيه دوري محترفين مظبوط. لا لا ده مظبوط، من كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ لان يعني في 36 نادي بيقولوا احنا مش قادرين، مش هنقدر، مش عايزين من اللي مشتركين. طب لما جات لهم اللائحه ما بعتوش ليه ارائهم واجاباتهم قالوا ليه بانه مش هنقدر؟ قال لك لا نعمل عليها ارجاء السنه اللي فاتت، قالوا هنعمل عليها ارجاء مش هنرد عليه. ده الكلام اللي اتقال لي، بقول لحضرتك كلام يعني ده اللي وصل في. قال لك ايه يعني؟ كان من المفترض، انا كانت وجهه نظري ان دوري المحترفين ده يتعمل مثلا، وكمان الدوري الممتاز السنه دي ينزل منه خمسه مش ثلاثه. انا هقول لك عشان نوصل ل 14. انا اقول لك العالم هناك عمل ايه. اتفضل. عشان ما نقعدش نلف وندور ونخترع الذره. القصه كلها وجهات النظر كلها عماله تقول ان الفرق الخاصه وفرق الشركات والمؤسسات طغت على الفرق الشعبيه. حقيقي الكلام ده كان موجود في الفرق اللي تحولت من هواه، او في الدول اللي تحولت من هو يعني من هو مش جديد، موجود طول عمره. فرقه باير ليفركوزن دي فرقه شركه، مش بنقول اعلان لما نقول دي باير بتاعه الدواء وكذا كذا كذا. وليفركوزن دي المدينه، ليفركوزن اندمجوا مع بعض وخلاص. انتوا تشوفوا الدوله هنا تشوف متمثله بقى في الشباب والرياضه. أيوة. 36 نادي دول منهم مثلا 30 شركات ومؤسسات تاخد الانديه الشعبيه وتعمل دمج. المشكله هنا في مين اللي هيدير؟ اللي هيدير طبعا طبعا اللي بيدفع. صح. طب هو مش عضو في النادي، بسيطه جدا نعمله عضويه في النادي. يعني نعمله شركه. ما هي الانديه هتبقى شركات. وتخش زي الشركه دي شركه الاهلي بالظبط كده، كره القدم. هنسمي شركه ام بي لكره القدم بقى، المنصوره ام بي مثلا. ده انا بقول مثل يعني. او بتروجيت سويس، او سيوس بتروجيت، وخلاص. ويبقى ده التيم بتاعها وانتهى الموضوع. وهو مجلس الاداره بيتكون من الحته دي وخلاص وانتهى القصه. هنا هتلاقي النادي شعبي وفي موارد ماليه وفي جمهور ليه وفي وتقدر تصرف وتكسب كل حاجه. كل حاجه تقدر تعمل كل حاجه اللي انت عايزه بقانون ولوائح وكل حاجه. انما هتلاقي هتحط دول في وادي ودول في وادي، ودول هم المصرين على انهم يسيطروا، دول هم المصرين على ان هم دول اللي يسيطروا،
مش هيبقى، لازم يبقى في قرار حاسم في الوسط. لازم يحصل دمج ما بين المؤسسات والانديه الشعبيه عشان يبقى في مصي كوره من غير جمهور اسلام. احنا الدوري بتاعنا لو حتى لو رجع الجمهور السنه دي الموسم اللي خلص ده نص الدوري او ثلاث ارباع على الماتشات بتاعت الدوري خمس فرق بس، خمس فرق اللي ليها جمهور شعبيه اللي ليها جمهور، اتحاد مصري اسماعيلي من 16 11 فرقه ما عندهاش جمهور يعني من 18 احنا سوري 18 13 فرقه مع 13 فرقه ما عندهاش جمهور، اضرب 13 في ماتشين 26 سيبك مش كل في ماتشين لان في خمسه هيلعبوا، ال 13 دول لما يلعبوا بعض يعني 26 او 24 ماتش من غير جمهور صح، فده رقم كبير جدا جدا جدا. 24 ماتش ده للفرقه الواحده، اضرب ال 24 في 11 ده رقم كبير جدا هيطلع من غير جمهور، فاذا مش هنحقق اللي احنا عاوزينه. انما لو عملت بقى ربطت الفرق الشعبيه الانديه الشعبيه ربطتها بالمؤسسات الماليه والماديه اللي عندها، يعني انا كان نفسي زد ده يبقى يشتري يعمل شركه كوره عن طريق، بس القانون ده لو موجود او كان هيعمل كده. لا ما كانش موجود ما هو ما كانش موجود، انما لو كان موجود او كان مسموح بيه كان يقدر يعمل كده. اعتقد ان بيتم تعديل القوانين لتتناسب مع هذا الامر، لانه كنا بنتكلم في الفتره من حوالي اسبوعين ثلاثه كده مع استاذ عصام واستاذ محمود صبري. انا الفكره دي مش من دماغي، انا الفكره دي انا عشتها وانا في اليونان، كانت في انديه مؤسسات لا كانت مش بتحاول، كانت بتعمل كده، كانت كده اسمها كده فعلا، كان اسمها كده فعلا، كان اسمه باو كذا باسم الشركه، اوكي اريس كذا باسم الشركه، اسم الشركه وكان موجود في الباسكت كان موجود، لان الباسكت كان هواه فبيتحولوا من هواه للمحترفين، فكل شركه خدت النادي وعملت شركه رياضه شركه باسكت واشتغلت عليها، والباسكت في اوروبا او في اليونان كان من اقوى الفرق او لغايه النهارده من اقوى الفرق الباسكت في اوروبا كلها. صحيح، عشان القصه دي ان اندمج الموارد الماليه مع الفرق الشعبيه وبقت بالقوه دي. لا اتمنى ان ده يحصل خلال الفتره اللي جايه، لانه عندنا موضوع صعب جدا جدا جدا، ونتمنى يعني لما تلاقي دوري في 18 نادي منهم خمسه فقط شعبيه انديه جماهيريه وشعبيه مشكله كبيره جدا، صعب جدا، مشكله كبيره. يا رب انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معانا، ودايما الحقيقه ببقى سعيد وبستفيد من حضرتك. ربنا يخليك حبيب قلبي، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل صبري سراج وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، واحد مصاب وواحد كويس، ناخد الكويس الاول. صبري سراج، ازيك يا صبري؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك الحمد لله كله تمام؟ المصاب ايمن جلبرتو، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا ايمن؟ كله تمام، ده في البيت طرقعت كده؟ يعني كان في اللطيف بعد اللي هو ايه فجر احتفاليه الدوري، خلصنا احتفاليه الدوري كملت شويه، خدت عين الاهلاويه اليومين دول. يلا طيب صبري، يعني خليني ابدا معاك، الموسم طويل جدا الحقيقه، لكن خلينا نبدا بقرار اعتذار، لانه انا احب الحلقات اللي زي دي. ليه؟ لانه الحلقات دي او الحلقات التلفزيون بيبقى فيها توثيق. صحيح. يعني انا لما اتغلبنا من سان داونز كلنا وقفنا مع بعض بعدها وكده، فجبت الحلقات دي موثقه مع جمهور الاهلي، وقفه جمهور الاهلي، وقفه اعلام الاهلي، وقفه خلتنا نرجع نبقى نحتفل بهذه البطوله. والسبب الرئيسي كان الاجازه اللي خدناها من السنه اللي قبلها. صحيح. السنه دي الاعتذار عن البطوله العربيه انا بعتقد ان هو نفس الفكره، وجهه نظري، ما اعرفش ايه رايك. بالتاكيد هو كان قرار منطقي جدا وحكيم، يعني فكره ان انت ما تلحمش المواسم في بعضها، ما تغلطش نفس الغلطه تاني، تحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل جاب ما بين الموسمين وتاخد فتره راحه. صحيح مش هتبقى كافيه قوي، لكن هو ده المتاح دلوقتي. انما لو كنا لعبنا البطوله العربيه مع ضغط المباريات اللي فيها كل 48 ساعه بتلعب وعدد ماتشات كبير، والاهلي لما يدخل بطوله طبيعي ان هو بيفكر انه ياخد البطوله وينافس عليها، فما كانش هيبقى مقبول ابدا ان النادي الاهلي يروح عشان يخرج مثلا من الدور الاول ويرجع. مع ضغط المباريات كان متوقع جدا ان اللعيبه تيجي في نهايه الموسم اللياقه بتاعتها ما تبقاش احسن حاجه، انهم حتى يزهقوا. يعني احنا شفنا من اكتر من مباراه لما كولر قرر ان اللعيبه تاخد 48 ساعه راحه،
ولا كاننا خدنا بطوله، احتفلوا بيه في الملعب وبقوا يشيلوه وكان في افراح، لان بس 48 ساعه راحه، فاللعيبه كانت واصله لمرحله، او بالتاكيد هي واصله لمرحله من الزهق كمان من بسبب تلاحم المباريات حقيقي. والضغوط، ان هم كانوا محتاجين شيء من الراحه، فكان قرار حكيم جدا. ما بصناش او الفلوس ما زغللتش عين النادي الاهلي او ادارته، ان الجوائز الماليه بتاعه البطوله كبيره وبتاع، لا الاهم بالنسبه لنا هي راحه اللعيبه عشان نقدر نعمل ان شاء الله الموسم الجاي بنفس القوه بتاعه الموسم ده وافضل، لان احنا طبعا الطموح دايما بالنسبه لنا بيكون اعلى، اذا كنا خدنا برونزيه كاس العالم فاحنا اكيد بنفكر ان احنا ناخد مركز افضل في البطولات الجايه، نحافظ على البطولات اللي احنا بناخدها او اللي خدناها في السنه اللي فاتت دي ونبني عليها اكتر. فهو قرار الحقيقه انا شايف ان هو قبل ما يكون قرار يعني في ناس بتصفه بان هو قرار عظيم، هو قرار منطقي يعني، هو بس احنا مش متعودين ان احنا نفكر بالمنطق صحيح. يعني فعشان كده هو أهمية القرار أو البومنج اللي عمله القرار، إن القرار منطقي في زمن إحنا في زمن اللا منطق زي ما بنقول. على رأيك والله الواحد بيشوف حاجات غريبة. أيمن ليه دايما رعايات النادي الأهلي، وده هنربطها باللي بنشوفه الحقيقة من أعداد الجماهير اللي موجودة في المدرجات بشكل عام في كل المباريات الأخيرة اللي بتتلعب، من هنا اقدر اربط الرعايه ليه دايما للنادي الاهلي مختلفه عن بقيه الانديه؟ طبعا يا كابتن اسلام، لا او كمان يمكن لو بنستكمل الحته دي بالبطوله العربيه تحديدا يعني لان برضو هي زي حضرتك بتقول كده دلوقتي. لا حضرتك قلت كلمه مهمه في اول السؤال، التوثيق، هي في حاجات بتوثق. النهارده كان يقال ودائما بيتم الترديد ان النادي الاهلي شعبيته في الخليج اقل من شعبيه المنافس، او ان شعبيه المنافس في الخليج هي اكبر، هي اضعاف، عنده جماهير اكتر في السعوديه، في الامارات. طبعا الامارات خلاص احنا شفنا، وقطر احنا شفنا، فما كناش شايفين في السعوديه. فهي البطوله العربيه جت وفي ملعب، يعني البطوله العربيه بتقام في ملعبين صغيرين لان في مدن درجه الحراره فيها تبقى كويسه للمباريات، يعني الملاعب تقريبا فاضيه باستثناء المباريات اللي بيلعب فيها النصر، بيلعب فيها الهلال. فالنهارده ده توثيق ان انت النادي الاهلي لما بيروح يلعب بره مصر بنشوف سواء مباراه وديه او رسميه الجماهير بتاعته وشعبيته بتبقى عامله ازاي، والتهافت على التذاكر بيبقى عامل ازاي. صحيح. في حين ان برضو نادي مصري، نادي الزمالك لما بيلعب برضو بطوله عربيه ما خدش نفس الحجم من الحضور الجماهيري، او ان التذاكر بتاعته بتبقى. من هنا بنقول للناس يا جماعه الفلوس اللي الناس تقعد تقول دي، اصل دلوقتي بقت ايه موضه كمان يا كابتن اسلام، يقول لك اصل احنا معناش فلوس ومش عارفين، اصل النادي الاهلي فلوسه كتير، اصل النادي الاهلي ما بيجيب فلوسه ما اعرفش منين، ايا كان الكلام اللي بيتقال. لا النهارده ده كل ده على ارض الواقع، شعبيه النادي الاهلي، جماهيريه النادي الاهلي. النهارده والصفحه الرسميه للنادي الاهلي بتحتفل بعيد ميلاد الكابتن حسن حمدي، واحد من الناس اللي نقلوا النادي الاهلي في العصر الحديث اقتصاديا وتسويقيا. النادي الاهلي كده كده بيبيع التيشيرت بتاعه من سنين، وعندنا صفحات تاريخيه على الفيسبوك بتجيب صور من ماتشات، يعني في زمن اللي هو كابتن اسلام ممكن ما كانش في تلفزيون حتى في مصر بيصور، ولكن كنت تلاقي ان تيشيرت النادي الاهلي بيتباع من زمان. النهارده كابتن حسن حمدي بدايه من اواخر التسعينات وفي بدايه الالفينات نقل الاهلي نقله اقتصاديه وخلاه براند. النهارده المجلس كابتن المهندس محمود طاهر كمل عليه، كابتن مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب كمل اكتر، وبقينا الرعايات بتتضاعف والشركات بتتضاعف، وبنشوف النهارده تروح كاس العالم للانديه براعي رئيسي ومعاك الراعي الرئيسي بتاعك، بتروح تلعب السوبر المصري ماتش واحد بتطلع منه برعايه بمبلغ وقدره. فكل ده ليه؟ عشان الشعبيه بتاعت النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وارث النادي الاهلي. نقفل بس الحته دي يا كابتن اسلام، ان نادي مانشستر يونايتد عقد الملابس بتاعه اللي اتجدد والناس تتكلم عليه انه عقد تاريخي لعشر سنين، بنتكلم بمليار دولار. محدش مثلا بيطلع يقول هو ليه في شركه هتدفع لمانشستر يونايتد مليار دولار في عدد سنين، وهو نادي مثلا بقاله خمس ست سنين عدد بطولاته اللي بياخدها قليل، ما بياخدش بريمير ليج بقاله يعني فتره طويله، بياخد ما بياخدش شامبيونز ليج بقاله فتره. صحيح. في موسم ما لعبش اصلا في شامبيونز ليج، راح لعب في الدوري الاوروبي، خد مركز خامس في الدوري الانجليزي. لكن هنا الفرق ما بين ان انت بتاخد فلوسك من بيع الدوري حاجه، ان
حقوق الدوري، لو الدوري ليه فلوس انت بتاخد جايزتك من الدوري حاجه، وفي حاجه ان انت كنادي بتسوق اسمك ومنتجك وبتجيب منه فلوس، دي حاجه تانية. انت لو بتحارب روح حارب، قول والله يا جماعه الدوري اتباع ب 200 مليون جنيه وانا النادي بطل الدوري السنتين دول، فانا المفروض اخد الجايزه بتاعتي كذا، خلاص ده حقك. لكن ما تجيش تقول انتوا ليه بتدوا النادي الاهلي اكس من المبالغ وانا ما باخدش زي لا، ده اسمه بص العصفوره ده انا بسمي الجزء صحيح. ده اسمه ما تاخدش انا فاهم الكلام ده كويس جدا، وطبعا جمهور الاهلي كله فاهم الكلام بس ده، بس احنا بنتكلم ان المشهد هذا المشهد في المدرجات في ماتشين هو كان ابلغ رد يا جماعه، احنا ما بنتكلمش من فراغ، يعني ده الواقع. الواقع ان النادي الاهلي لما بيلعب في اي مكان في العالم بنشوف جماهيره بتنجح هذه البطوله او هذه المسابقه، خصوصا المناطق العربيه بالظبط. يعني في المناطق العربيه النادي الاهلي له اسم كبير، النادي الاهلي المصري طبعا له اسم كبير وكل هذه الامور. طيب ننتقل الى الصفقات، صفقات النادي الاهلي صفقتين حتى الان، امام عاشور ورضا سليم. اعرف رايك وراي ايمن. منطقيه طبقا للاحتياجات، طبقا لطلبات كولر، المراكز اللي هو شاف ان هي محتاجه دعم بعد ما تم بيع حمدي فتحي، كان طبيعي جدا ان هو يفكر في لاعب نمره 8 يعمل ابجريد للمركز ده. ده مش معناه ان حمدي فتحي، يعني بالمناسبه احنا بنقول لما امام عاشور المفروض ان هو ابجريد للمركز ده، ده مش تقليل ابدا من حمدي، لان حمدي اصلا ادى الحته دي وهو ما كانش بيلعبها قبل كده. يعني حمدي لاعب مركز 6 مهم جدا في الكره المصريه اصلا في اخر 10 15 سنه، من افضل اللعيبه اللي لعبت في المركز ده. لما لعب في مركز 8 كان مهم جدا وقدم اداء كويس، لكن امام عاشور حتته مركز 8. المركز ده هو بيصنع فيه اهداف بشكل كويس، بيقدر يسجل بشكل كويس، عنده الملكه بتاعه المركز ده، مش وظيفه او مش بتوظفه فيه. هو خلاص من بعد ما كان بيلعب جناح الاول وبعدين لعب في الحته دي اللي تناسب امكانياته اكتر نور فيها. فالحقيقه ان هو كان تعاقد مميز طبقا للاحتياجات الفنيه، مش بتكلم على انها صفقه بتضرب المنافس ولا عن الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، ان هو يعني كلام الحقيقه ما ينفعش ان هو يتقال. الاهلي بيفكر في احتياجاته الفنيه، لاعب مهم للاهلي فنيا، فتم التعاقد معه. في مركز الجناح سواء يمين او شمال احنا كنا محتاجين لاعب بمواصفات مختلفه عن اللعيبه اللي عندنا، محتاجين جناح خط لان ما عندناش جناح خط. كل الاجنحه اللي عندنا انفرتد كلها بتلعب بالقدم العكسيه وبتدخل للعمق عشان تسدد او تصنع، سواء بيرسي تاو من اليمين او حسين الشحات او احمد عبد القادر. كل اللعيبه اللي عندنا في الحته دي اللي هم بيلعبوا بشكل اساسي كلهم ليهم طابع معين، انما ما عندناش لاعب بيلعب على الخط ويقدر يحط كروسات. فكان تعاقد مميز مع لاعب السنه اللي فاتت قدم اداء كبير جدا في الدوري المغربي، ارقامه ومساهماته التهديفيه سواء بالتسجيل او الصناعه مميزه جدا، وخصوصا في صناعه الاهداف الكروسات بتاعته ممتازه. عنده حلول تقدر في ماتشات احنا ممكن نعاني فيها شويه قدام الفرق المتكتله بالذات، ان هو يكون عنده اكتر من حل يقدمه جوه الملعب. فطبعا سنه صغير، فالحقيقه التعاقدات لحد دلوقتي ماشيه بخطى ممتازه وبتحقق طلبات الراجل. يعني الراجل هو بيقول انا عايز فلان، فلحد دلوقتي احنا فلان اللي هو قال عليه هو اللي بيجي. اين ده كمان، يعني طبعا هاكد على كلام صبري وهنقول لجمهور الاهلي ان دي سياسه التعاقدات بتاعت كولر والنادي الاهلي هي ماشيه، عشان برضو الناس تعرف ايه، هتلاقي كل شايفين المهاجم فين، الباك الشمال فين، فين يا رجل 20 صفقه 20 ليه؟ احنا السنه اللي فاتت ما كناش بالظبط. فهي الكولر خدنا كل حاجه الحمد لله بالظبط الحمد لله. فهو كولر عنده لا معلش اقول بس النقطه دي لانها مهمه، لان ما حدش يقول لك اسلام بيقول كده عشان ما فيش صفقات. لا لا انا لما بقول كده بقول لانه دي كانت رؤيه وتم تطبيقها وبالتالي نجحت. ممكن تكون الرؤيه السنه الجايه ان انا امشي 30 واجيب 30، الرؤيه السنه اللي بعدها امشي 5 بس واجيب 5 بالظبط. فهي الفكره كلها على حسب كل سنه يعني. بالظبط. فان كولر نفسه بيتفرج يا جماعه، كولر اي صفقه بتيجي النادي الاهلي هو الجهاز المعاون بتاعه بيقعدوا يتفرجوا هم على اللعيبه سواء اللي بتترشح او اللي هم السكاوتنج حاطط عينه عليهم، هم الجهاز الفني كولر بيقعد يتفرج بيقعد يتابع بيحلل اداء اللعيبه دي كويس عشان يعرف هل هو مناسب لطريقته مع النادي الاهلي، هل هو مناسب للمركز اللي هو محتاج فيه ولا لا. هيمكن في ميزه كمان يعني وطبعا ممكن يكون بنشتغل عليها، ان حته الاجانب اللي تحت السن دي وارد يكون في تفكير للنادي الاهلي كمان فيها كابتن اسلام، لان ميزتها في حاجه واحده، ان انت لو عندك السنه الجايه السوبر الافريقي اللي هو دوري السوبر
وبطوله كاس السوبر الافريقي وكاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا، الاربع بطولات دول الميزه اللي فيهم ان انت تقدر لو انت بس تعاقدت مع اتنين لعيبه كمان مع كريستو تحت السن، بالاضافه للخمسه اللي عندك فوق السن، الثمانيه دول تقدر تلعب بيهم براحتك خالص في البطولات دي، عكس في الدوري بيقول لك ان لازم في الملعب يبقى فيه خمسه بس، او القائمه بتاعتك يبقى فيها عدد محدد من الاجانب. فالنادي الاهلي في السياسات التعاقديه السنه دي اعتقد ان هو يعني بيدور على احتياجات معينه في مراكز معينه، ممكن طبعا يعني كل وقت كده بنعلن صفقه، بس احنا لسه الميركاتو عندنا طويل، فوارد ان خلال برضو الايام اللي جايه نيجي ونحلل بقى صفقات جديده مراكز جديده. ولكن حتى الان رضا سليم وامام عاشور يعني صفقات في اماكن الاهلي فعلا كان محتاج فيها تدعيم، ولان الموسم اللي جاي مزدحم ومضغوط جدا ومحتاجين ان ال 30 لعيب يكونوا بيرفكت وسوبر. يعني ايه اللي ممكن يتغير في مباراه المصري والاهلي بكره بالنسبه للمصري؟ حاجات كتيره، ولا تعاقد مع كابتن علي ماهر، اسلوب لعب مختلف، في لعيبه كتير كمان مش ما بقتش متاحه للمصري في المباراه بتاعه بكره، فبالتاكيد التكتيك بتاع المصري نفسه هيختلف سواء باختلاف المدرب او حتى برحيل عدد كبير من اللاعبين. فاحنا بكره نشوف نسخه مختلفه او جديده من المصري غير المصري اللي احنا كنا بنتفرج عليه في الدوري. احنا معانا اكتر من شويه ارقام احنا محضرينها تخص المصري، سواء للعيبه اللي موجوده بالفعل او اللعيبه اللي رحلت، عشان نحاول نفهم الشكل بكره ممكن يودينا لحد فين. فاحنا المصري مفتقد بكره لجريندو، وده كان اهم سلاح هجومي في المصري يعني طول الموسم اللي فات. هو خلاص يعني طبعا هو مش انتقل للبنك الاهلي، ودي خساره كبيره الحقيقه للمصري. في ربنا يشفيه ده غموم رباط الصليبي، عبده يحيى خلاص رحل عن المصري، رجع المحل. ففي اكتر من لاعب، رجب عمران، بس خلينا نتكلم في الثلاثه اللي هم اهم الثلاثه دول، هم اهم ثلاث اسامي انا قلتها. جريندو لو يحضروا لنا ارقامه، الحقيقه ان هو كان يوازي ربع الفاعليه الهجوميه للمصري. المصري سجل السنه دي 43 هدف، منهم جريندو لوحده جايب 9 وصانع 2، يعني 11 هدف من 43، 25% من قوه المصري الهجوميه. ده مش هيكون متاح. اسلوب لعب المصري اصلا، ودي برضو حاجات من الارقام اللي احنا محضرينها، يا ريت بس يعرضوها لنا على الشاشه، كان بيعتمد دايما على الكرات الطويله للجناحين، فالجناحين دلوقتي مش موجودين. فالمصري بالتاكيد بكره هيغير بالظبط، فبالتاكيد هيغير طريقه لعبه. من اكتر الفرق اللي كانت بتلعب كرات طويله طول الموسم هم المصري، فاعتمادهم على الكرات العرضيه الحقيقه ما بيبقاش كبير الا لو عن طريق الكرات الثابته. هي الارقام قدامنا، ارقام المصري السنه دي كان المصري بدا بدايه مهتزه جدا، ثم بعد كده الاداء تحسن. لعبوا 39 مباراه، حققوا الفوز في 14، تعادلوا 16 وخسروا 9، سجلوا 43 زي ما قلت، من 89 هدف متوقع، وده رقم جيد. يعني ما اقدرش اقول ان هو جيد قوي، يعني 90 45 يعني نسبه 50% تقريبا، المفروض ان هي تكون قليله اكتر من كده. استقبل 40 هدف، رقم كبير، وكان المفروض يدخل فيه 75 هدف. فالشباك النظيفه هم طلعوا ب 17 كلين شيت من ال 39 مباراه، ده رقم كويس. التمريرات الطوليه بقى، بص حضرتك 1925 تمريره طويله، ده يوريك قد ايه هم بيعتمدوا على بشكل كبير الكرات الطويله من الياس الجلاصي للجناحين. عملوا منهم 749 تمريره، حوالي 39% النسبه، نسبه معقوله، مش وحشه بالنسبه للكرات الطويله. العرضيات الناجحه، العرضيات رقمها قليل قياسا بالتمريرات الطوليه، 695 منهم 164. اغلب الكرات العرضيه الناجحه بالنسبه لهم او السليمه بتبقى من الضربات الثابته. الياس الجلاصي بيلعبها كويس، ودايما بيلعبها على الزاويه البعيده. من اعلى الفرق اللي عندهم مراوغات في الدوري، 407 مراوغه ناجحه، عشان عندهم لعيبه كويسه. صحيح، عندهم اكتر من لاعب، عندهم اكتر من لاعب، وجريندو طبعا عندهم اكتر من لاعب عنده القدره على المراوغه والمرور واحد لواحد. افتقادهم للعيبه دي بكره هيخلي شكل الاداء مختلف، خصوصا ان كابتن علي ماهر من المدربين اللي بيعتمدوا على التدوير والاستحواذ، وان هو بيلعب بشكل مختلف، مش من النوع اللي هو بي بي بي
بيقفل دفاعاته وبعدين بيلعب على التحولات زي ما كان بيحصل مع المصري. فاحنا بكره مش هنقدر نقول احنا هنشوف المصري بشكل عامل ازاي 100%، احنا هنستكشف، لكن طبقا للاسلوب اللي بيلعب بيه او متعود بيه علي ماهر ان هو يلعب بيه، هو فرقه بتحب الاستحواذ. هل ده هيقدر يحفظه لعيبه المصري في المده القليله اللي تولى فيها المسؤوليه؟ بعد ما دايما كورتين ثلاثه وكره طويله بالظبط، المفروض من المفترض ان احنا بكره نشوف المصري مع علي ماهر بيلعب باستحواذ. المفروض كدا؟ اه طبعا المفروض، خصوصا كمان مع الغيابات، يعني مع الغيابات ان هو ما بقاش عنده الاجنحه اللي عندها السرعه والقدره على المرور، مش هيبقى متاح بالنسبه له ان هو يلعب على التحولات. ف بكره المصري هيكون اكيد شكله مختلف عن اللي شفناه طول الموسم. يعني ايمن الياس الجلاسي واحد من اهم اللاعبين في النادي المصري، كيف يمكن على النادي للنادي الاهلي ان يوقف الياس الجلاسي او خطورته؟ يعني هو طبعا الياس واحد من ابرز اللعيبه في الاجانب اللي جم في الدوري في الفتره الاخيره، هو لعيب مميز جدا. بنقول هو ملك الاسيست في المصري، واحد من يعني اعلى اللعيبه، يعني دي ارقامه عموما في الموسم مش في الدوري بس. هو مسجل 5 اهداف، الخمس اهداف دول كابتن اسلام من ركلات جزاء، عامل 7 اسيست. هو بالمناسبه واحد من التوب 5 للناس اللي عملوا اسيستات في الدوري السنه دي، يعني زيزو، الياس، ورمضان صبحي، علي معلول، دول من ابرز اللعيبه اللي عملوا اسيستات في الدوري السنه دي. فالياس مميز جدا، هو المفتاح اللعب بتاعهم زي ما تشوف كده، ده الكي باسز بتاعته 68، وبالتالي هو اكتر من اكتر لعيبه اللي بتصنع فرص للعيبته في النادي المصري. ده عدد المراوغات الناجحه بتاعته في الموسم كله اجمالا 85 من 111 محاوله، لكن لو من 85 دول هو عامل 77 في الدوري. زي ما نقول كده هو برضه ملك الترقيص في الدوري، يعني هو اكتر لعيب في الدوري الموسم الحالي عمل مراوغات ناجحه، فده برضه بيديك انطباع ان اللعيب ده لما بيبقى معاك كوره ما بيفقدهاش بسهوله، بيعرف يعدي واحد لواحد عشان خاطر يلعب الكروس بتاعه او التمريره الطوليه او التمريره الارضيه ايا كانت. يعني لو برضه هنكمل مع ارقام الياس هنجيب بس الرقم بتاع صناعه الفرص ده رقم كبير قوي في الدوري طبعا المصري. في يعني كدوري ان هو 75 في فرصتين بيقدر يصنعهم بشكل حقيقي، فرصتين حقيقيتين كل مباراه، ده رقم كبير في الدوري المصري. يعني بقول ده كل ده ترجمته ان هو من اعلى اللعيبه اللي عامله اسيست، من اعلى اللعيبه اللي عامله فرص. بص كابتن اسلام هنا هي دي في مباراه فاركو، هو النهارده بص ضرب خط دفاع فاركو اللي هو مفروض ان فاركو من الفرق اللي بتدافع كويس، ضربهم بتمريره واحده لجريندو، تمريره باس واحد على طول لجريندو بيلعب خلف الدفاع. دي كوره هو مشهور بيها على طول لما بيستلم الكوره من العمق. لو كملنا كمان فريم ده هنا ماتش الاسماعيلي، الكوره دي يا كابتن هو استحوذها اصلا. طبعا احنا جايبين صور عشان الحقوق، فهو استخلص الكوره دي من نص الملعب ولف ورجع وقف في المكان ده وبص برضه لجريندو. هنا بص في كام لعيب من النادي الاسماعيلي واقفين. الفريم اللي بعده هيوريك هو رمى الكوره ازاي. احنا هنا بنتكلم في يعني دي دايره نص الملعب، الفريم اللي بعده على طول هتلاقي ان الكوره لعبها في العمق بتاع دفاع النادي الاسماعيلي، وجريندو هو اللي عدى بقى اللعيبه دي وراح سجل الهدف. الفريم اللي بعده هنا بص يا كابتن اسلام، دي اهو لعب الكوره طوليه برضه ما بين بيبقى مهاجم ما بين ثلاث مدافعين، بيستغل سوء تمركزهم وهو عينه حلوه. هنا المره دي عملها بالشمال، الكره اللي قبليها عملها باليمين، فبرضه دي ميزه عنده ان هو بيلعب برجليه الاثنين، بيعمل الكي باسس او الاسيست برجليه الاثنين. فلازم لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في نص الملعب تبقى في حاله ان هي ما تسمحلوش بالمساحات دي. لو كملنا برضه فريم تاني هنا، دي كره ثابته جمله تلعب بالظبط ان هو اللعيبه دي ارضيه بقى كابتن اسلام صبري، ده اللعيب اللي هناك ده هو باص الكره اصلا لالياس. بص بقى هنا لعبها للراجل اللي على الطرف ده، ضرب 4 مدافعين من حرس الحدود والراجل ده راح جاب هدف. فهنا النهارده بنتكلم عن التنوع في صناعه الاهداف. يعني الراجل ده هنا دي الكره الثابته كابتن اسلام اللي هو بيلعبها، وسواء الكره الثابته كانت من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، هو على طول الاوفر بتاعه على البعيده للراجل اللي بيبقى منطلق اخر واحد من لعيبه النادي المصري. فهنا النهارده ايه القصه من الكل اللي احنا بنقوله ده، سواء الارقام او الحالات، ان الراجل ده عنده تنوع في فكره الاسيست، في فكره ارسال الكرات الطويله او التمريرات اللي هي المفتاحيه سواء على الارض سواء كره طوليه من العمق من الاطراف. فهنا النهارده يعني دي
محور من محاور لعب النادي المصري اللي النادي الاهلي اعتقد لازم يبقى عامل حسابه جيدا ان هو يتعامل معاها بالشكل الامثل. يعني سواء ان علي ماهر كمان معانا مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره برضو ممكن نستعرض ارقامه. هو طبعا يعني هو كسب النادي الاهلي في مسيرته مباراه واحده كمدير فني، للاسف هي برضو ذكرها مش كويسه لانها كانت في ربع نهائي كاس مصر قبل كده، كان ماسك الاسيوطي وقتها، كان الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز، كان هو كسب النادي الاهلي 1-0. دي ماتشاته، كسب مباراه، تعادل 3، خسر 7، سجل 7 واستقبل 17. لكن كابتن علي ماهر في مبارياته مع النادي الاهلي بيلعب اكتر على الدفاع، يعني صحيح. اكتر ان هو بيغير اسلوبه شويه، ما حتى شفناه مع فيوتشر في الماتشات اللي كانت ما بين الاهلي وفيوتشر، وبيلعب اكتر على الدفاع وبيحاول يلعب مرتدات. فهنا برضو فكره صبري ان ممكن يستعين بان المصري السنه دي بيلعب كتير على الكرات الطويله، فهو تبقى بالنسبه له اسهل لو هو هيقفل قدام الاهلي، بان دي اول مباراه ليه قبل ما يبقى عنده تدعيمات او الاسلحه بتاعته. هو لو ارتكن للدفاع زي ما بيحصل عاده، هو لما يلعب على التحولات هيلعب على مين؟ خصوصا مع غير اللعيبه بتاعته. خلي بالك علي كابتن علي ذكي، صحيح، من الممكن جدا ان هو تجد ان هو بيغير من مكان حد، يحط حد، يعني هو مثلا اللي لاعب عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين، صح، كباك يمين مع ما كانش حد يتخيل كان بيلعب راس حربه تقريبا، او كان بيلعب وينج زمان، كان بيلعب يعني ان هو يلعبه في هذا المكان برضه. فهو عنده رؤيه ان هو يقدر يغير حد، ممكن عندك حد من الشباب، هو مرن المصري قبل كده، عندك جريشه برضه لعيب كويس قوي في المصري، اسمه جريشه حاجه، جريشه يعني حسام جريشه حاجه كده، أيوة لعيب كويس جدا جدا، انا بشوف ان هو واحد من احسن اللاعبين اللي موجودين في الفريق، وعنده الباكين بتوع يعني كريم العراقي لاعب عدد مباريات مميزه جدا كباك رايت، حسين السيد في الباك ليفت، المدافعين يعني المصري تطور في الفتره الاخيره، يعني طبعا بعيدا عن خسارته الكبيره في نهائي كاس الرابطه 4-1، لكن هو بنتكلم لو بنقارن ما بين المصري في بدايه الموسم والمصري حاليا، هو اتحسن كتير، فنش الدوري 5 دوري. فهو قبل ما نتكلم هسالكم عن الطاقم التحكيم، خليني اقول ان الاهلي بيشكر الدكتور ابو عبله ويشيد بجهوده. وجه النادي الاهلي الشكر والتحيه للدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم عن الفتره التي قضاها وبذل خلالها اقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومه العمل العديد من الانجازات المحليه والقاريه، وهو احد ابناء النادي الذي لم يتاخر عند طلب الاستعانه بجهوده، وهناك ثقه بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه هي سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، كل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة. إذن النادي الأهلي بيوجه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة ويشيد بجهوده. أروح معاك برضو صبري ليه طاقم التحكيم بقياده كابتن عبد العزيز السيد، حطه لنا برضو يا شباب على الشاشه عشان مع كابتن عبد العزيز السيد بكره من الحكام المخضرمين في الدوري المصري او في الكره المصريه، يعني معاه على الفار كابتن عمرو الشناوي، و مظبوط كابتن عمرو الشناوي، احنا يعني بنتمنى لهم التوفيق بكره ان شاء الله. اعتقد ان هم يقدموا باذن الله تكون مباراه كويسه ويكونوا موفقين في قراراتهم في المباراه. يعني مش معتادين ان احنا نعلق على الحكام، ربما نناقش بعض الحالات بعد المباراه وده طبيعي، امر طبيعي، انما ما فيش موقف مسبق تجاه اي حكم، لا اطلاقا اطلاقا. بنعتقد خلي بالك البرنامج ده اكتر برنامج دافع عن الحكام في ازمه المستحقات. صحيح صحيح، واحنا نتمنى ان الازمه دي تتحل. الحقيقه الحكام بقى لهم فتره طويله جدا ما قدوش مستحقاتهم، يمكن عدد مباريات وعدد شهور طويله جدا ما خدوش مستحقاتهم، والمبلغ اللي ليهم عند اتحاد الكوره كبير، وفي تسويف دايما، هتاخدوا فلوس كل اسبوع الجاي المره الجايه، هياخدوا منين هيجيبوا منين؟ فاما يجي الفلوس بتاعت رعايه الملابس، اما تيجي الفلوس بتاعت رعايه الملابس. فيعني نتمنى ان الازمه تتحل، ونتمنى ان يكون في معسكر قوي للحكام ما بين الموسمين يقدروا ان هم يستفيدوا بيه، ونشوف، لان يعني انا مش من النوع اللي دايما بروح لان الحكام عندهم توجهات، لكن الحقيقه ان احنا مستوى التحكيم عندنا بحاجه لانه يرتفع اكتر. فاتمنى ان المعسكر اللي هيتعمل
ده اذا هيتعمل معسكر، يعني يتعمل معسكر للحكام يكون معسكر قوي والحكام يقدروا يستفيدوا منه بشكل كويس. احنا يعني بنشوف في الـ في, الـ في مش عايز اقول في اوروبا، لكن على الاقل في الدول اللي حوالينا يعني اللي زينا بيعملوا معسكرات وبيطوروا من اداء الحكام بشكل كبير. في السعوديه اداء التحكيم اتطور جدا، في الامارات اداء التحكيم اتطور جدا. فاحنا المفروض ان احنا دوري اقدم دوري تقريبا في المنطقه ولينا سمعه كبيره، فعيب قوي، عيب ان مستوى التحكيم ينزل للمستوى ده. نتمنى ان شاء الله بكره ليهم مباراه موفقه، ونتمنى زي ما قلنا ان هم يصرفوا مستحقاتهم وان يكون في معسكر قوي بالنسبه لهم، ونشوف الموسم الجاي تطور في ملف التحكيم. ايمن، انا الصراحه التحكيم ده صراحه صعب قوي يعني يا كابتن اسلام. للامانه انا يعني حتى الان انا مش حاسس ان الخبير الجديد بريرا يعني واخد يعني واخد وضعه او يعني حاطط ايده على الملف ده بالكامل. انا حاسس ان لسه الامور مش في ايده، ان هو لسه بيستكشف، لسه بيتفرج، لسه يعني انا حاسس ان الامور مش للامانه يعني. انا كلاتنبرج انا ما اعرفش ليه كان مزعل ناس كتير. انا عارف يمكن عشان كان بيعمل الفيديو اللي بيعمله ده وبيعلم الناس. ما يا جماعه الفيديو ده مش معنى ان الفيديو ده كان بالنسبه يعني بيوري الناس ان النادي الاهلي الاخطاء بالنسبه له اكتر من الاخطاء اللي يعني بيقول ان الاهلي بيستفيد من التحكيم. لا، اكتشفنا بالفيديوهات بتاع كلاتنبرج ان مثلا في مباراه كان غزل المحله السنه اللي فاتت واحنا كسبانين 2-0، لا ده احنا لينا ضربتين جزاء وفي حاله طرد لنادي غزل المحله مثلا ما تمش احتسابها واحنا كسبانين 2-0. يعني شفنا اكتر من مباراه ان التحكيم كان الاخطاء فيه مش لصالح النادي الاهلي، وكان في بعض المباريات الثانيه الاخطاء فيه يعني شفنا كده وكده، بس كان الاكتر ان الاخطاء فيه مش لصالح النادي. هل كان المشكله في الحته دي ولا ان الراجل وقال لك اصل قعد بر؟ انا الامانه مش عارف كانت ايه المشكله بتاع كلاتنبرج ان هو يمشي جه بيريرا. انا لحد دلوقتي مش حاسس، وبيريرا هو موجود وقاعد في مصر، بس لسه مش حاسس ان في يعني تطور في مستوى الحكام بالشكل اللي يستحقه. ماتشات كتير فيها مشاكل، اخطاء غريبه. فنتمنى يعني زي ما صبري بيقول احنا كل اللي نقدر نتمناه بكره ان طاقم الحكام يكون كويس، وزي ما حضرتك قلت مع الكابتن مجدي طلبه احنا عايزين حقنا والنادي المصري يقطع. مش عايزين يعني مش عايزين حاجه غير ان الماتش يخرج بشكله الطبيعي، ما حدش يطلع من الضايق من المباراه تحكيميا. يعني لعنه الاهلي، واللي يجي على الاهلي ما يكسبش. ايه الموضوع؟ ترند اعتقد اللي عنده. طبعا الكلام يخص نادي الوداد بعد ما كسب الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه في نهائي افريقيا البطوله قبل الماضيه، يعني خسر كل البطولات التالية، محققش ولا بطولة خالص، ولا دوري ولا كاس ولا حاجة ولا أي حاجة، لا أفريقيا ولا محليا. نادي الوداد نادي كبير طبعا، طبعا نادي دائما من الأندية الكبيرة، ولكن يعني على سبيل الضحك يعني. صحيح صحيح، هي بس الفكرة إن في أندية كبيرة وللأسف بترتكن لحاجات صغيرة، يعني بيبصوا من منظور ضيق جدا إن كوره في ماتش فيطلع يعترض عليه. دايما في بيانات ضد التحكيم، دايما هم حاسين بمظلوميه ان الحكم مش معانا، الحكم الحكم الحكم، دايما بيروحوا للحته دي، ودايما مشاكلهم كلها متعلقه بالتحكيم. فيمكن جمهور الاهلي لانه شاف الظلم اللي وقع على الاهلي في البطوله قبل الماضيه في افريقيا، ف تندر او قرر ان هو يهزر في خساره الوداد لاكثر من بطوله اخرها خروجهم من البطوله العربيه. الحقيقه ان هم برضو ما قدموش الاداء القوي يعني خلال البطوله اللي يخليهم يكملوا، حتى لو كانوا صعدوا كان خروجهم بالنسبه لي كان هيبقى مساله وقت. يعني هم فرقه كبيره وكل حاجه، لكن هم مش في حالتهم الطبيعيه بقالهم سنه، فخروجهم من البطولات المتتاليه دي وخسارتهم للبطولات المتتاليه دي بالنسبه لي امر منطقي يعني. طيب اسمع منك برضو ايمن. لا هي يعني هو ترند لطيف، لان اللي حصل يعني تاني نادي الوداد كنادي وداد ما مش هو اللي اختار انه يلعب الماتش الواحد في نهائي 2022 في ملعبه، ولكن يعني الناس عنده ساعدوا ان يهيئوا له الظروف انه يكسب فيها البطوله. فسبحان الله هو كسب البطوله دي اللي هم كانوا فعلا يعني مستنيين، يعني هم 2022 دي بطوله كانت بالنسبه لهم قاعدين مستنيينها يعني. من بعد البطوله دي لعبوا في نهائي الكاس في 2022 خسروه، بعد كده كاس السوبر الافريقي خسروه من فريق مغربي،
في لعبه كاس العالم للانديه في المغرب، خسروا اول مباراه. دوري ابطال افريقيا الحمد لله النادي الاهلي خد ايه بطاره. جينا بعديها على طول الدوري خسروه في اخر جوله باقدام لاعبنا الجديد رضا سليم، هو اللي خلص ماتش الجيش الملكي اللي كان الاخير والوداد، فايه خلص الوداد خسر الدوري. في سيمي فاينل الكاس خرجوا من الرجاء، جينا النهارده البطوله العربيه خرجوا من، فهي هي صدفه يعني. الصدفه ان هي كل ده بيجي بعد نهائي. فالنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي زي العاده يعني بيحب يهزر، ولكن طبعا احنا عمرنا ما بنتمنى كره القدم على فكره لو ما حدش بيخرج على النص، بس حاجه لطيفه وحاجه حلوه. ليه النادي الاهلي دايما بيفوز بمعظم البطولات في حين ان الانديه الثانيه اللي هي برضو انديه كبيره دايما او عاده لما بتحقق بطوله او بطولتين ورا بعض بتهدى؟ بالظبط. كان في كابتن احمد حسام ميدو كان من فتره اتكلم على ان الاهلي بيفوز بالبطولات بقانون الجذب، وناس ضحكت وهزرت وبتاع. دي حقيقه، دي حقيقه. احنا بنخلص بطوله واحنا تاني يوم او من بعد صفاره الحكم وخلاص استلمنا الكاس، احنا كل مشاعرنا وكل جوارحنا وكل دماغنا بتروح للبطوله اللي بعدها، سواء جمهور او اداره او لعيبه. صح. فهو الاهلي دايما عنده، صحيح، الاهلي دايما عنده دوافع متجدده، ما بيشبعش بطولات، بيخلص بطوله وبيفكر في اللي بعدها. لذلك هو النادي الاهلي، ولذلك احنا فارقين عن كل الانديه المنافسه باميال. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق، وان شاء الله بكره زي ما حضراتكم عارفين قبل مباراه الاهلي والمصري بساعتين على الهواء مباشره هيكون معاكم كابتن ايمن شوقي كواليس ما قبل بدايه مباراه الاهلي والمصري. هذه المباراه الهامه جدا، نهايه موسم تاريخي للنادي الاهلي. ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم هنعمل لحضراتكم زي تجميع كده لافضل البطولات او للبطولات اللي خدها النادي الاهلي بقى في كل الالعاب، عشان تعرفوا بس حضراتكم قد ايه ان هذا الموسم هو موسم تاريخي. كل ادارات النادي الاهلي المختلفه، مجلس الاداره طبعا وادارات الاهلي المختلفه في النشاط الرياضي واداره النشاط الرياضي واداره الكوره في النادي الاهلي، الكل يستحق التحيه. ان شاء الله ده نبقى نوريه لحضراتكم ان شاء الله يوم الاسبوع القادم. انا بشكرك جدا يا صبري على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا ايمن، والف سلام عليك. الله يسلمك، شكرا كابتن. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله مع بدايه الاسبوع القادم التقي مع حضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير.